اهم حاجه في الصوت اذا حصلت المشكله ما تغلق المايك وتصادع بالصوت. تمام دكتور. هذا اليوم هو خلاصة إلى موضوع البروتين والكربوهيدرات والليبيد، لكن هذه الخلاصة بمعنى الدايجستن اند الابسوربشن بما يخص موضوع البايوكيمستري فقط. حقيقة بالسيلبس هو موجود، يعني لازم ننتقل للإنزيمولوجي، لكن الانتقال للإنزيمولوجي وترك هذا الموضوع راح يسبب بعض الإرباك على فهم الطلبة. لذلك تسلسل الأحداث العلمية مطلوب مع الاحتفاظ بالاحتفاظ بالسيلبس المقرر إلى عطائه في مادة البايوكيمستري. Before that لازم أذكركم في كلمة اتفقنا عليها من بداية المحاضرة مالتنا بالبايوكيمستري، انه البايوكيمستري نقسمها to 3 stage او sorry for 4 stage. The number stage number 1 is basic biochemistry and number 2 metabolism and number 3 clinical biochemistry and the last one is the advanced clinical biochemistry. قدر الامكان هسه حاليا بالكورس الاول تاخذون basic biochemistry حتى يصير الانتقال بسيطة إلى الميتابوليزم بالكورس الثاني. هنالك بعض الكلينيكال نتطرق لها، نضم منها خلال البيسيك، نضم منها خلال الميتابوليزم. راح تشوفون بيها كلش هواية كلينيكال، يعني نضم من الكلينيكال مع الميتابوليزم، وكذلك يتم تضمين الكلينيكال بايوكيمستري مع البيسيك بايوكيمستري. لذلك وصلنا إلى موضوع اللي هو الدايجستشن of carbohydrate. ناخذ اول واحد ناخذه بالمعنى المختصر مالته. هنالك اول يعني من ياخذ يعني الكربوهيدرات اللي قسمناها الى بوليسكرايد. التقسيم نبدا من الاخير من بوليسكرايد والدايسكرايد والمونوسكرايد. البوليسكرايد او الاميليز او الاميلوز او الاميلوبكتين راح يخضع هنالك الى عدة انزيمات موجودة داخل الجهاز الهضمي، بداية بالسلايفة والى الاستومك، ومن بعدها الى البنكرياتيك جويس. كل هذه الاماكن راح تتحول البولي سكرايد الى مونو سكرايد، لأنه الفكرة اللي من هذا الموضوع أنه الجسم راح يصير عملية امتصاص للكربوهيدرات only monosaccharide only monosaccharide، يعني دايسكرايد بيصير لأبسوربشن ولا البوليسكرايد يصير لأبسوربشن إذا ما يتحول إلى monosaccharide. كملخص أنا لخص لكم المحاضرة على شكل سلايدات مبسطة جدا، أنه البنكرياتيك جويس عن سلايفري alpha amylase enzyme for this enzyme hydrolyze the alpha 1,4 glycosidic linkage. اتفقنا هنالك الكثير من اللينكيج المختلفة موجودة بالكربوهيدرات. اذا عملية قطع الالفا 1,4 glycosidic linkage راح تكون بواسطة الانزيم اللي هو الالفا اميليز انزيم اند بنكرياتيك انزيم. عمليه القطع المتكرر الى هذا الرابط راح يولد سمولر سب يونت. سمولر سب يونت راح تكون لايك دايسكرايد اور احنا نسميها الشورت تشين اوف بوليسكرايد اللي هي مالتوز دايسكرايد ازو مالتوز. هذا فقط بالترتيب الفراغي، مرات الازو مالتوز يعني ما يطرق، فقط المالتوز يقولون. اند ديكستيرين، هذا الديكستيرين اللي هو مو دايسكرايد، اكثر يعني خلينا نقول شورت تشين اوف بوليسكرايد اللي راح نسميه ديكستيرين. اذا المحصله من السلايفه الفا اميليز انه
انه يوصل الدايسكرايد ويوصل الدكسترين. طبعا هنالك بعد انزيمات اخرى ايضا اللي هي البنكرياتيك جويس اللي ايضا بيها الالفا اميليز انزيم، ايضا هناك يعني بروكن داون فور الفا 1-4 جلوكوسيديك بوند للدكسترين. المحصله الاخيره نحصل الدايسكرايد، راح توصل الى السمول انتستين الدايسكرايد. دايسكرايد اللي هن مالتوز لاكتوز وسكروز. بالبروش بوردر، بالبروش بوردر اوف سمول انتستين ذير از فيري امبورتنت انزيم اللي هو سكريز مالتيز ايزو مالتيز. مرات يعني قلنا هاي فقط بالتكست بوك موجود، مرات نكتفي بالسكريز مالتيز اند لاكتيز. they are hydrolyzed corresponding disaccharide to monosaccharide. راح تحول الدايسكرايد المونوسكرايد. شوف which are then absorbed. اذا المحصله الاخيره للكربوهيدرات، المحصله الاخيره للكربوهيدرات هو بعد الدايجستشن بكل تفاصيلها كل انزيماتها ابتداء من السلايفة الى وصول الى سمول انتستين، هو انه يتحول الى مونوسكرايد. يعني عمليه الامتصاص هي مونوسكرايد. هسه السؤال اللي يمكن خلينا نشوف تركيزكم شنو هن المونوسكرايد حتى يكون هنالك يعني متابعه علميه بهذا. من هن المونوسكرايد؟ من المونوسكرايد؟ مونوسكرايد من هن المونوسكرايد وصل الى حتى يكون عمليه ابزوربشن. فقط الفركتوز يا فرح، فقط الجلوكوز يا فاطمه، فقط ال ما شفت الفركتوز جلوكوز فركتوز جالاكتوز. ابراهيم، ابراهيم اليوم شفناك بالمحاضرات يا ابراهيم، حاول تتواصل مع جلوكوز فركتوز جالاكتوز. جالاكتوز فقط يا ساره، فقط جالاكتوز فقط. انا قلت مونوسكرايدز جمع. اذا الغايه من هذا الموضوع، علي سعيد يقول مونو كربوهيدرات اي، لكن من هنا الرئيسيات؟ احنا اتفقنا الرئيسيات، الرئيسيات اللي اكثر الجسم راح يتعامل وياهم ثلاثه، فركتوز جالاكتوز اند جلوكوز، ثلاثه ذن المونوسكرايد. زين هسه السؤال هنا يطرح نفسه، اذا واحد اخذ هو مونوسكرايد سهل على الجسم وما يحتاج بعد انزيم، يحتاج بعد دايجستين ويحتاج هاي العمليات كلها، يحتاج بنكرياتيك جويس، شو تقولون؟ شو تقولون؟ إذا واحد هو أخذ ما يحتاج، إذا بهاي عافية حيل ما يحتاج بعد جسم في هذه الحالة. زين إذا هسه أشوف السؤال السريري هنا، إذا واحد صار عنده هايبوغلايسيميا، هايبوغلايسيميا يعني قلة الجلوكوز بالدم، فش نقول له؟ نقول له مثلا ياخذ مركبات بها ستارتش أو ياخذ شيء ويحاول الجسم يحرد بسرعة شوي نرفع السكر عنده، تمام؟ إيش راح نعطي؟ مونوسكرايد ياها بيهم، عافية باقر ياها بيهم، عافية فاطمة زرياها بيهم، عبد الله يقول دكسترين، لا دكسترين عبد الله الدكسترين ليس مونوسكرايد. الدكسترين هو عبارة عن أقل من الستارتش بالمولكولار ويت، خلينا نعتبره هو معقد أيضا، أيضا يعتبر معقد الستار. أنا قلت فقط المونوسكرايد الثلاثة، تمام؟ فإذا أحمد بن حيدر يقول كلوكوز عافية. زين نقدر نعطي فركتوز؟ نقدر نعطي جالاكتوز؟ اذا واحد صار عنده انخفاض بالسكر، شوفوا انتوا واي عندهم اللي ياخذون انسولين، او ليش ياخذون انسولين في الحالات يعني الحالات الاعتياديه، لنفرض مثلا حسابيكم ما حد مترايق وشي ورا شويه داخ شاف تحليل مالت السكر شاف مثلا 70 75 او 60 فريد يصعد شويه الجلوكوز عنده، ايش راح ياخذ؟ راح يروح ياخذ ستارتش، مركبات فيها ستارتش، مركبات فيها دهون معقده صح، مركبات فيها بروتين، حتى هو يتحول مو ما يتحول، لكن يكون الوقت ووقت المسار للتحول الى مونو يكون اطول. زين ليش ما اساعد الجسم ويكون اعطائه مونوسكرايد؟ اذا اعطاء المونوسكرايد شايفين انه اصلا يصير عندهم هايبوغلايسيميا، يجيب شوكليتي او فشي، طبعا مكونات شوكليتي وجلوكوز او سكروز داي اذا اقل يعني تحول، ولذلك ينطوه اياه بسرعه على مود يرتفع عند السكر ويرجع الى وضعه الطبيعي. زين
إذن اتفقنا أنه حالات بعد حالات الدايجستين أوف كاربوهيدرات تحول، لازم يوصل الجسم ياخذ يصير له أبزورب مونوسكرايد، هاي القاعدة الرئيسية. إذا دايسكرايد ماكو، لكن في بعض الحالات السريرية، شوفوا قلنا إحنا شوية نخلي كلينيكال ويل المادة مالتنا حتى تكون أكثر، هنقول أكثر انسجاما مع الكلينيكال فارماسيست، أكثر انسجام. خليت لكم إياه بعنوان عريض جدا اللي هو لاكتوز انتوليرانس. يقدر واحد يقول لي شنو لاكتوز انتوليرانس؟ يعني بمفهومه البسيط. من يقدر يقول لي شنو معنى لاكتوز انتوليرانس بمفهومه البسيط؟ بمفهومه بدون تكلف، يعني لاكتوز انتوليرانس حالات كثيره جدا موجوده داخلنا. الرجي فاطمه الزهراء؟ لا مو الرجي، راح ندخل بموضوع ثاني. نو دايجستن اوف لاكتين؟ لا شويه بعد ادق عافيه. بعد شنو هذا التاثير اللي بعده؟ علي سعيد يقول تاثير اللاكتوز بعد مو مثل اول مره. يعني شنو؟ يعني شنو اسمه لاكتوز انتولرانس؟ هسه احنا اذا نريد نترجم هذه الكلمه الى مصطلحها العربي نقدر نقول شنو معنى تحمل. عافيه زينب عماد، تحمل يعني تقل الاستجابه. يا استجابه بهم، يا استجابه علي سعيد، يا استجابه بهم. اثار جانبيه سيئه، من هي اثار جانبيه سيئه؟ وهسه راح نشوف شنو الاثار الجانبيه اللي صارت. تقول حساسية لللاكتوز، فاطمة عبد المنعم تقول حساسية، وأكو فرق راح نشوف. هاي المحصلة الأخيرة حساسية، لكن هي يعني بمصطلحها الميتابوليك يعني disorder، راح نشوف غير هذا الكلام. بعد من عند لاكتوز انتوليرانس، سما راح أشرح لكم إياها. لاكتوز انتوليرانس راح أشوفون الكثير، ولعله واحد ما يدري بنفسه هو عنده لاكتوز انتوليرانس. زين أسمع هذا المشاركة هي تكون إلى الانتقال إلى الموضوع. هو معناه أنه بعض الأحيان خلينا نقول الإنسان هيومن، هذا الهيومن قد يكون يعني infant، قد يكون children، قد يكون adult، قد يكون young، هاي مراحل الحياة، قد يكون old man anything. احيانا تشوفوا انه نبدا بما نبدا بالطفل، نبدا بالطفل افضل، خلينا نبدا بالانفان. احيانا تشوفون انه طبعا هو اللاكتوز انتوليرانس تم اعطائه كسيمينار لاحد زملائكم، ما ادري ام ديان من اللي صار عليه، لكن كرساله الى السيمينار انه دائما يكون الاساس باطلاق موضوع السيمينار اول سلايدين او ثلاثه اساسه بايوكيمستري، ومن بعد الانتقال إلى علوم أخرى، لأنه العلوم مرتبطة واحد بالثاني. مو واحد يبلش قبل يقول فارماكولوجي أو يبلش قبل يقول فيسيولوجي، لا. أحكي أساسي أنا سيميناري من بايوكيمستري، أحكي أساس المشكلة كبايوكيمستري، وراها راح أحول إلى علوم أخرى، لأن العلوم مترابطة، علم مع علم آخر مترابط. زين نبدأ بالإنفانت، شو تقولون؟ خلينا نبدأ بالإنفانت. أحيانا يشوفون أنه حالات كثيرة من الأطفال، حالات كثيرة من الأطفال أنه إذا أخذ حليب الأم أو أخذ الحليب العادي، مع العلم إحنا نوجه أنه عدم أخذ الحليب العادي، فراح تكون هنالك أعراض داخل الجي آي تي عند الطفل. قد تكون دياريا، قد تكون كرامبس، قد تكون كوليك، قد يكون بعد الدياريا يكون ديهايدريشن. شايفيها هاي مو صحيح؟ شايفيها؟ زين إذن الحليب يشبيه الحليب الملك، من يقدر يقول لي الحليب يشبيه يا سكر؟ حتى ما ياخذ موضوع هذا هواي من عندنا بس من راح نناقشه هواي بي شنو لاكتوز. عافيه لاكتوز. هسه يجي السؤال اللي بعده، لاكتوز منين يتكون؟ دايسكرايد او مونوسكرايد؟ مونوسكرايد. فاطمه تايه تقول مونوسكرايد، حور تقول داي. عافيه. زين دايسكرايد، يحيى يقول جلوكوز، احسن ان جالاكتوز، اذا هو دايسكرايد. هنا احنا نريد بالامعاء اللاكتوز نحوله الى مونوسكرايد حتى يصير له ابسوربشن. متفقين على هالقاعده؟ اتفقنا. منو اللي يحولها؟ يا انزيم، يلا قولوا لي يا انزيم حتى يكون تفاعل بالمحاضره. يا انزيم اللي يحولها لاكتيز، عفي عبد الله، لاكتيز
عساي احكي يعني بالانفانت يعني بال... اذا اللاكتيز احيانا بالطفل بالطفل يكون كميته قليله. احنا راح ناخذ بالانزيمولوجي شنو العوامل المؤثره، كميته تكون قليله نتيجه اللي هو يعني بعد خلينا نقول الجسم مالته ما له القابليه ان يصنع كميات اكثر، او هاي الكميه القليله وكميات من الحليب اكثر، بالتالي هذا الانزيم ما يقدر على السبستريت يحول، لان يعني هو له قابليه انه يحول لنفرض 2 مول من اللاكتوز يحولها الى جلوكوز اند جالكتوز. فاذا كانت هذه الكميه قليله جدا من اللاكتيز فش تتوقع اكيوميليشن بمن يصير؟ اكيوميليشن بمن يصير؟ بمن يصير اكيوميليشن؟ يعني اذا ما صار هذا عافيه لللاكتوز زين. هسه حاليا اذا صار اكيوميليشن لللاكتوز، اكيوميليشن لللاكتوز، اكيوميليشن لللاكتوز يعني تجمع اللاكتوز داخل الجي اي تي، ليش صار دياري يحيى؟ ليش هذا تركضت على الساين اند سيبتوم، لكن ليش شنو سببه؟ لاكتوز اكيوميليشن. اذا صار لاكتوز اكيوميليشن داخل الامعاء هنالك تحدث بعض الحالات بولك فورم، لا هناك بعض الحالات من هذه الحالات اللي هو الفيرمنتيشن اوف لاكتوز، هنالك بكتيريا نورمال فلورا موجوده بالجي اي تي فتحول اللاكتوز الى لاكتيك اسيد، وهاي عمليه الفيرمنتيشن طبعا CO2 انكريز، ذا CO2 انكريز غازز such as ميثان، يعني هاي الحالات كلها راح تسوي كرامس كوليك ديالي، تمام؟ هاي نتيجة قلة الانزيم، قلة الانزيم. ولذلك دائما ايش راح يطو الطفل بهاي الحالة؟ اول يعني هذا من المطبقين بالصيدليات، ايش راح يطو؟ ايش راح ينطو؟ من يقدر يقول لي يا حليب ينطو هي ايش مكتوب عليه؟ حليب ايش مكتوب عليه؟ لا لا يا علي سعيد مو اي بعد لا لا صحيح هو انت دياري بس عافيه عافيه فاطمه احمد، هناخذ اسم فاطمه احمد، فاطمه احمد مشاركه العلميه بمحاضره اليوم لاكتشر 4 لاكتوز. شوفوا الحليب ان شاء الله بالسيمينار، اعتقد هو لكم السيمينار فاطمه احمد ميلك، اكو هواي كثير زين، اكو من الحليب راح يشوفوه لاكتوز فري، احنا نسميه لاكتوز فري ميلك. هاي زين، هاي الحاله الاولى نتيجه سبب قله الانزيم. ليش اكد على هذا الموضوع السريري؟ راح يشوفوه بكثره، اذا انت دياري لكن هو مكتوب عليه يعني انت دياري، اكو روح للكومبوزيشن وشوف انت دياري ميلك، راح يشوف اكو بي هواي مركبات اللي تمنع الدياريا، لكن مكتوب عليه لاكتوز فري واضح حليب ايزومي لاكتوز فري. هسه ما اذكر الشركات حتى ما يكون هناك دعايه لهذا الموضوع، لاكتوز فري ميلك زين. اذا السبب الاول قله بمن؟ بالانزيم. هذه القله سواء كان صغير او كبير نقسمها الى قسمين، راح اطلع لكم السلايد حتى يكون واضح امامكم. هذه القله يحيى شوف لي السلايد واضح امامك يحيى؟ واضح دكتور. هذه القله باللاكتوز او باللاكتيز انزيم ديفيشنسي اوف لاكتيز قد تكون كونجنيتال او قد تكون اكوايرد. شنو معنى كونجنيتال وشنو معنى اكوايرد؟ شنو معنى كونجنيتال؟ شنو معنى اكوايرد؟ من يقدر يقول لي شنو معنى كونجنيتال؟ وراثي عافية باقر أو مكتسب. وراثي هو يطلع يعني أصلاً الإنزيمات يعني نتيجة لأن إنزيم وارتباطه بالجين، والجين يكون يعني 50% from mother and 50% from father، وهذا الإنزيم قد يكون متوارث أصلاً بجيناته وتكونه يكون قليل. يعني المحصلة راح تأخذون إن شاء الله جينولوجي أو جين ساينس تأخذون إن شاء الله تطرقوا له. فإذا كان الكمية الجين هذا
اكو بالسيكونس مالته اكو اختلاف بسيط بالامينو اسيد اللي يتكون للبروتين، بالتالي تكون كفاءته قليله. اذا هو جينيتيك او اكوايرد. انا راح جينيتيك بعد هو اجى جينيتيك. الاكوايرد شلون راح اناقش الاكوايرد بهاي الحاله؟ من يقدر يقول لي شنو الاكوايرد؟ هسه قلنا صغير او كبير. صغير هسه اذا كون جينيتال من صغره وراح يبقى مستمر وياه طبعا الى فترات يعني كثيره. واحنا نشوف هواي طبعا الناس بقى نعرف مجموعه انه ما ياخذ الحليب لحد هسه، يعني حليب ومشتقاته ما ياخذ. هو مو ما ياخذ كرها، ياخذه بس يصير عنده الاعراض اللي هي دياريا اند كوليك وبالتالي يبتعد عنه. يعني هو اجبار شلون واحد يعني مثلا عنده حساسيه من اكله ما، خلينا نقول يرفض جسم يرفض وبالتالي يرفض هذه القضيه. زين المكتسبه شنو معنى المكتسبه؟ نقدر يقول لي شنو مكتسبة؟ سأل مشاركة العلمية الأولى لفاطمة أحمد. مكتسبة شنو؟ نقدر يقول لي المكتسبة intake more milk. لا صار خلل بالجسم. شنو الخلل يا عبد الله؟ هذا دمج وين يا عبد الله؟ سوء الهضم. ليش صار سوء الهضم؟ باقي نقول خلل بالانزيم. هو مو قلنا خلل بالانزيم قد يكون congenital او قد يكون acquired مكتسب. ليش؟ بعد هو قلنا لاكتيز صار بيه نقص نتيجة congenital او acquired. congenital ليش؟ congenital عرفنا منو هذا اللي قال بروش فوردر ديسوردر ان جي اي تي. ما عرفت من هالقال اول واحد. اقدر اخذ اول واحد، أنا أشوف أول واحد منه اللي قال حتى يكون فاطمة الزهراء. مشاركة علمية فاطمة الزهراء. هسه فاطمة الزهراء خلت تبقى وياي على هذا الأمر. فاطمة الزهراء مشاركة علمية، خلنا نذكر المشاركة بروش بوردر ديسوردر إن جي آي تي. يا فاطمة الزهراء حتى يكون الجواب موسع جدا، فمن يكون هنالك بروش بوردر ديسوردر ان جي اي تي. تفضل يا فلاح. يا والله جاد داري يا فلاح، شكرا جزيلا، الله يحفظك عين. زين فاطمه الزهراء بروش بوردر ديس اوردر. زين هذا البروش بوردر ديس اوردر منين يجي؟ صار صحيح ديس اوردر بالبروش بوردر، قلنا لانه اكوار مكتسب. منين اكتسب هذا الدمج او هاي الديس اوردر بالجي اي تي؟ هنالك خلينا نساعد فاطمة الزهراء، هناك كثير من الأمراض اللي تسبب خلل بالبروش بوردر. كثير من الأمراض كثير راح تاخذون، يمكن أنا أخذكم بالجي آي تي، راح أشوفكم بالجي آي تي بالباثولوجي، راح أشوفون كثير من الأمراض تسبب سلوفينج فور جي آي تي. من عندها يعني الكونس سيندروم، هنالك مثلا الحالات اللي هي اوتو اميون ديزيز، هنالك بكتيريا انفكشن. عشتي ليش فاطمة الزهراء؟ هناك بكتيريا، لكن هناك بكتيريا او قد يكون فيروس او قد يكون anything. ولذلك لو شو طبعا كلمة الفيروس واحدة من الاعراض الكوفيد 19 ايضا يعني يكون يبدأ بالجي اي تي، ليس فقط بالرسبيراتوري سيستم، ايضا يبدا بالجي اي تي. هناك كثير من الاعراض الكيسات اللي بدا وياهم بالجي اي تي، اول ما ياكل اي شيء راح تكون هنالك سوء هضم، وبهذا الاتجاه يعني يسوي مسحه او فشي يطلع عنده واي كثير من الامراض. اذا هذا اكوارب اثناء الحياه مصاب باحد الامراض اللي يسوي دامجينج فور بروش فوردر، بالتالي راح تكون كميه الانزيم تكون قليله. وزين هنا راح نطرح سؤال. هسه السؤال اللي جاوبني منه من خلال هذا الموضوع وبالسمينار ايضا راح نناقشه بالموضوع بالسمينار يكون اوسع. شو تتوقعون اذا نبدا بالطفل هسه حاليا؟ بالطفل احيانا يصير به هذه الحاله نتيجه تغير الحليب change of the milk. لذلك ما هي نصيحه الكلينيكال فارماسيز فور change of the milk؟ شنو نصيحة الكلينيكال فارماسيست بحالات change of milk؟ لنفرض حتى يكون السؤال واضح، عمره مثلا 4 أشهر يرجع
تغيير. عافية فاطمة عبد المنعم، والله حسات تستاهل المشاركة. فاطمة عبد المنعم، التغيير التدريجي للحليب. زين تبقى وياي فاطمة عبد المنعم. فاطمة عبد المنعم، شنو الغاية من التغيير التدريجي؟ أحيانا وكثير من الأطفال أنه يستمر على حليب مفاجأة، الأم تغير حليب اصطناعي، أقصد مفاجأة باليوم قالوا لها غير إلى مثلا رقم 2 رقم 3 مباشرة راح تغير، ثاني يوم ستوب رقم 1 ستارت رقم 2 صير، هذا ما يصير. ليش؟ لأن احنا نسميه إن شاء الله بناخذه بالإنزيمولوجي، يعني كثرة السبستريت مع كمية الإنزيم القليلة راح تسوي الزايد، يصير بيه أكيوميليشن المن للسبستريت. سبستريت يعني المادة الأساسية اللي يشتغل عليها الإنزيم. يعني الإنزيم إلى قابلية، أضرب مثال، الإنزيم إلى قابلية بكميته المحددة يحول لنفرض 10 مول من اللاكتوز يحوله للكالاكتوز وكلوكوز. زين إذا أنا أضيف عليه بكميات رقم 2 أكثر يكون مثل رقم 3، كميات أكثر من اللاكتوز هو بقى يحول هاي، والزايد وين راح يكون؟ هذا الزيادة الطفيفة يقدر يتغلب جسم يعني يتحفز وياه، لكن إذا كميات too much بالتالي راح يصير عملية accumulation. هذا بالنسبة إلى الطفل. هسه السؤال يمي واضح، سواء كان الطفل عرفناه راح يكون العلاج مالته لاكتوز فري او التحول التدريجي. زين الكبار شنو المتوقع بالعلاج مالهم؟ اخذنا وقت هواي بهذا الكيس. الكبار شنو المتوقع في العلاج مالتهم؟ ايش راح نسوي له؟ شنو نقول له؟ نصيحه الكلينيكال فارماسيست لاكتيز فاطمه الزهراء. هسه احنا كل المشاركات الى فاطمة الزهراء راح تكون اكثر من وحدة، هاي واحد هاي اثنين. يلا فاطمة الزهراء شنو معنى لاكتيز؟ شنو لاكتيز؟ شبيه لاكتيز؟ عافية دراج وذ لاكتيز. اذا دراج وذ لاكتيز موجودة ان شاء الله تزلكم الصور مات دراج وذ لاكتيز. بعد فاطمة الزهراء يعني الا دراج؟ واحد يقول اني حياتي كلها ما اخذ دراج وما اريد دراج، ما اريد دراج كونتين لاكتيز. اكو حل ثاني؟ ايش تتوقعون؟ حتى لا غير فاطمة الزهراء، اكو حل ثاني؟ حل ثاني لهذا الموضوع؟ اكو حل ثاني؟ ما اريد ادركس. ملكي فري، احسنت يحيى، خلنا مشاركة يحيى عبد الله مونوسكرايد ننطي مونوسكرايد حليب الكبار. ايش بيه حليب الكبار علي سعيد؟ شنو حليب الكبار؟ وقلنا لك هو بي ايش اسمه، هو بي لاكتوز يعني الحليب. شلون اشتطي حليب الكبار؟ لو اكو مصطلح اخر ينطبق عليه. يلا علي سعيد خلني اسوي لك مشاركه. عافيه يا حور، اللبن الراب راح اسا الحور حور بقوياي حور اللبن الرائب رود بيك. زين حور ايش بي اللبن الرائب؟ شبيه حتى ننطيه؟ راح اغلط. عافيه بي انزيم لاكتيز، ولذلك ننصح لازم انت كلينيكال فارماسيست من جهتك حالات قال لك ما اريد دراكس، خلي عندك فد خلينا نقول نصيحه غذائيه انه توجهه، وانت خلال ممارستك تشوف بعض الاحيان اكو حليب ومشتقاته يرتاح للجسم، يعني ما يسوي لا خلينا نقول ابدومينال كوليك ولا يسوي دياري ولا يسوي شيء. وشوفون هاي المشتقات الحليب بيها لاكتيز انزيم، يعني كميه قليله من السكر لا، وانما تكون بيها لاكتيز بيها لاكتيز. احسنت يا يحيى، ولذلك تشوف الجبن طبعا هو من احد انواع الالبان الخاثره في هذه الحاله، يعني بي هذا او اكم انا ساذا اقول خاف تقولون يعني توجيه اعلامي لهذا. لو تشوفون الاكتيفيا تلاحظون حتى اطباء كثير باطنيه يوجهون في هذا الاتجاه، اكتيفيا تشوفون كلش يعني مريح فيها because of lactase in component of this structure. راح تشوفون in this component يعني تشوفون lactase، وبالتالي راح. اذا هذا الموضوع ببعض تفاصيل كثيره
كلش تفاصيل عملية شلون الفحص مالته، شلون واحد يفحص سواء كان طفل أو كبير، شلون عملية الفحص والدياجنوسيس مالته ونقول هذا بي لاكتوز انتوليرانس، سواء كان ستول اكزامينيشن أو سواء كان هيدروجين اكزامينيشن. هنالك تفضل يحيى، تفضل حتى. نعم، ولذلك بالمناسبة ترى هنالك نسبة على منظمة الصحة العالمية طبعا اللي بالدول اللي عندها إحصاء، هنالك كثير من الحالات. يلا تفضل يحيى، تفضل عاد تشرح الكيس ماتك. تكسروا يعني ما قلت انه انا يعني من كنت صغير لحد هاللحظة انا اقطع الحليب يعني نهائيا ما اشرب حليب، وهم من مثلا هاي الالبان والاجبان وكذا ما سبب لي هاي الحاله. بس المشكله دكتور شنو، او يعني السؤال اللي مستغرب من عنده صراحه، انه مرات انا ما اشرب حليب بس اشرب هذين المشتقات يعني مثلا النسكافيه او القهوه اللي وياها حليب، بهالحاله ما تسبب لي اي يعني شلون نقول خلل بالهضم او دياري او اي شيء، فشنو سبب وبالنسبة لحالات يعني الكوفي وحالات طبعا راح تكون هنا complication، هنالك معقدات تكون، وبالتالي هاي واحدة من التعاليل لهذا الأمر. فأضافة لذلك هنالك مواد تانين عصيات اللي هي أخذتوها يمكن بالفارماكوجنوزي موجودة داخل المركبات الكوفي، وبالتالي تعمل على خلينا نقول shrinkage of GIT. لذلك حتى وإن كان لنفرض أكو أعراض تطلع من الحليب، لكن المشتقات البقية هي تمنع الكرامس وتمنع هذا، وبالتالي راح شلون تكون توافق نقول أكو وياها مركبات أخرى ما تطلع عند الأعراض. هي لو تأخذ واحدة تطلع عندك الأعراض، بس هاي المركبات الأخرى هي اللي تمنع الساين and symptoms of lactose intolerance. كم ملخص للموضوع يا يحيى، إنه lactose intolerance بالسيفيريتي ما تبي درجات. واحد عنده لاكتيز كميات يعني قليلة جدا بمستوى معين، بعد واحد قليل بمستوى شوية أكثر، وهكذا إلى أن تكون تراكيز مختلفة، ولذلك الأعراض تطلع بين أحد وآخر متفاوتة. زين دكتور عفو، زين إذا مثلا هسه الأطفال مثلا أي. ممكن جنب حالة هاي الديفيشنسي أوف ذا لاكتوز، ممكن انه من الاساس يعني لما يقطع الرضاعه ويتحول الى الحليب الطبيعي مثلا انه مباشره استخدم له هذا الميلك فري لاكتوز لو لا يعني احنا قلنا بالسيمينار راح نناقش اكو دايجنوزز فور لاكتيز دايجنوزز لاكتوز انتولرانس. دايجنوزز قد تكون عن طريق ستول اكزامينيشن او عن طريق والله اعتقد هو يعني موجود في بعض المختبرات انه يفحص كميه الهيدروجين عن طريق الفم، وهاي الطرق الثنين اضافه للساين والسبتوم يجربوا اول بدايه، اذا طلعت عنده فبالتالي بسرعه يقول اطمئنان بروفيلاكسز وقائيا انه انا انطي لاكتوز انتولرانس لاكتوز فري ميلك لمده الشهر. شوف الاطفال مرات لمده الشهر يعطوا لاكتوز وما راح يبقى فتره هذا، ويشوفوا وراها من يغيرون تدريجيا راح يشوفون الأعراض، إذا رجعت يبقى مستمر لفترة بعد، الجسم يحتاج بعد فترة أطول حتى يصنع هذا الإنزيمات، والإنزيمات ما تكون متكاملة، وإذا ما صنع لازم هنالك تحليل جيني. إحنا حقيقة إمكانية للتحليل الجيني يعني داخل مؤسساتنا يعني قليلة وضعيفة جدا، بالخارج أكو تحليل جيني بحيث أنه يأخذون الجين بعد الولادة ويعرفون شنو الأمراض المتوقعة للمتوقع المن للطفل اللي راح يصير به. وقلت لكم ما راح تشوفوها في عالم الجين انه يسمونه جين مابس، خرائط الجينيه. بلدنا ما موجوده خرائط جينيه للامانه احكيها، لكن بالبلدان البقيه راح تشوفوا جين مابس اللي يعني الموجودين في خارج يعني في الدول الخارجيه، انه اول ما يجي الطفل شي طبيعتهم هم لكل عائله اكو مابس، فيتوقعون بالسيكونس مات الدي ان اي اللي راح يطلع، وهنالك اكو مشاكل ريسك فاكتور راح تصير عليه. وهناك مثلا اضرب لكم مثال، مثلا حتى اللي هم مثلا عندهم امراض وراثيه يعني اثناء عمليه يعني لا يردون زواج او فشي، فراح اقول لهم انتم عندكم ريسك فاكتور راح يكون كذا، فهذا ريسك فاكتور يعني راح تتعرضون مثلا يكون الاطفال بهم نسبه كذا راح يطلع مصابين بنفرض احد الامراض الوراثيه، فانتم عندكم ريسك فاكتور
ليش؟ لان هم عندهم قراءه جينيه، احنا قراءه جينيه ما عندنا. فراح يوقعهم على تعهدات مثلا، يقول لهم اذا صار عندكم انتم تتحملوا مسؤوليه العلاج اذا كذا او نصف العلاج او كذا. فالمهم ينطوهم معلومات جينيه عن هذا المرض، احنا ما موجود عندنا، احنا هنا عندنا انه المتوقع الموجود. ويا حبذا هنالك هواي، يعني اكو فد، انا احكي لكم بعدين انه اكو فد مبادرات للمابس جينز، لكنه مبادره يعني خجوله دائما تكون، لانه تحتاج لها امكانيات كلش قويه. هاي الجين يعني مو خلينا نقول هو يعني اصلا هو غالي، يعني يحتاج لكلفه كلش عاليه. اعتقد هذا الكيس يعني ضمن حياتكم موجود، انا طرقت وحكيت عليه هواي لانه بفائده لكم. زين، واحد هسه احنا وصلنا، شوف للسلايد واضح يحيى امامك، وصلنا انه المونوسكرايد للجي اي تي، للجي اي تي المونوسكرايد. هسه واحد يسال سؤال لنفسه، اخذت انا بوليسكرايد ستارت او اي شيء واميليز الفا اميليز وبنكرياتيك جويس ووصلت للجي اي تي وبروش بوردر، صار هنالك انزيمات اللي هن ثلاثيات لاكتيز مالتيز سكريز تحول الى مونوسكرايد، والمونوسكرايد اللي هن فروكتوز جلوكوز جالاكتوز، وصل الى الخط. واحد يقول شلون راح اصير عمليه الابسوربشن فور كاربوهيدرات، عمليه الامتصاص. هنالك عندنا ميكانيكيات اثنين، الميكانيكيه الاولى اللي راح اسميها كو ترانسبورتر فروم اليومن تو انتستينال سيل. شنو هاي الكو ترانسبورتر؟ الكو ترانسبورتر راح تكون هذه العمليه الجلوكوز مع الصوديوم، يعني صوديوم ديبندنت جلوكوز، صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر. هاي نازل اجا، خلنا ننزلها نصعدها عندكم واضحه هنا. واضح هسه السلايد امامك؟ واضح ان شاء الله. صوديوم، صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1، هذا الصوديوم يسحب مع الجلوكوز، صوديوم مع الجلوكوز، لاحظ صوديوم مع الجلوكوز، يعني عمليه الجلوكوز تعتمد على الصوديوم. وترانسبورتر اكو هاي ناقلات خاصه، هاي موجوده وين؟ فروم انتستينال هيومن انتو انتستينال سيل، هاي يسموها كو ترانسبورتر ميكانيزم او ما تسمى سكندري اكتيف ترانسبورت. زين، هذا الميكانيزم الاول داخل الامعاء. ميكانيزم الثاني بعملية الابسوربشن راح نسميها ترانسبورتر ان انتستان از نيم از اس كلوت 1 اند ترانسبورتر ان ذا كيدني از كولد اس كلوت 2 بالامعاء اللي هو اس كلوت 1 اللي هذا مسؤول عن عملية الابسوربشن اوف جلوكوز. بالكيدني، بالكيدني يصير عملية ريابسوربشن، بالتالي راح نسميه اس كلوت 2 حتى يصير ريابسوربشن اوف جلوكوز افتر فلتريشن. زين، هذا الجدول يحيى، تسمعني يحيى؟ نعم دكتور. هذا كتبوا علي 10000 مرة مهم، مو 3000، 10000 مرة مهم. هذا الجدول يوضح هنالك another uniport system release glucose into blood. سعرفنا وصل للجي اي تي من المسؤول عن عملية الابسوربشن اللي هو اس كلوت 1 او كو ترانسبورتر اللي هو صوديوم ديبندنت جلوكوز ترانسبورتر 1، لان اثنين المسؤولات عن عملية امتصاص الجلوكوز. تصوين داخل من داخل cell of the GIT. طبعا من السيل اوف ذا جي اي تي هناك انذر يونيبورت ريليز، لاحظ شوف هاي الكلمه ريليزد ذا جلوكوز انتو ذا بلاد. كلوت 1 وين موجود؟ بالار بي سي والبرين والكيدني والكولون والريتينا والبلاسينتا. بروبرتيز جلوكوز ابتيك ان موست اوف ذا سيل، هذا كلوت 1. كلوت 2 موجود في السيروسيل سيرفيس اوف انتستينال سيل ليفر بيتا سيل اوف بنكرياس. امام المؤشر يقول لو افينيتي، كلمه الافينيتي راح ناخذها بالانزيمولوجي اعتمادا على الكي ام، نحسب للانزيم اكو كي ام واذا كان عالي شنقول على الافينيتي،
وإذا كان قليل راح نقول شنو الأفينيتي. وليش سميه مصطلح الأفينيتي؟ نأخذ بالإنزيمولوجي، أذكركم بهاي الكلمة. زين، كلوكوز أبتيك إن ليفر، كلوكوز سنسر إن بيتا سيل، يعني الكلو 2 وين موجود، شنو وظيفته؟ انه بالليفر وبي اكثر يكون المن للبيتا سيل. البيتا سيل شنو وظيفتها؟ يعني شوف بيتا سيل شنو وظيفتها البيتا سيل او بنكرياس؟ خلنا نشوف اول واحد جاوب انسولين، تفرز انسولين. إذن هاي الكلو 2 موجودة بالبيتا بنكرياس، وظيفتها إنه تتحسس الكلوكوز اللي يجيها من البلد كان عالي، دخلت كلوكوز كمية كبيرة للبيتا سيل اللي يفرز إنسولين، وإذا تحسس وجود كميات كثيرة راح ينطلق الإنسولين. إذن هذا السؤال إلكم وأنتم تجاوبوه كواجب بيتي. What is the mechanism by which insulin secretion؟ واضح يمك يا حيا؟ راح اعتمد على كلام يا حيا. نعم دكتور. What is the which insulin secretion؟ What is the mechanism؟ ميكانيكية ريدي. شوفها ميكانيكية بسيطة جدا، مو متعبة. يعني تقدر بأي مصدر بأي هذا تقدر تشوف. زين، والبقية جلوت 3 وين موجود؟ هاي افينيتي اتفقنا شنو هاي افينيتي ولو افينيتي بالانزيم اللي راح ناخذه. جلوكوز انتو ذا برين سيل، اذا الموجود بالبرين من هو؟ جلوت 3. وبعد جلوت 4 سكيليتال هارت مسل ادبوس تيشو انسولين ميديتد جلوكوز ابتيك. جلوت 5 وين موجود؟ لاحظ الكلوت 5 حتى مو واحد يسألني. كلوت 5 وين موجود؟ بالسمول انتستين تيستس اند سبيرماد كيدني، وهي مسؤولة عن الفركتوز ترانسبورتر بور ابيليتي تو ترانسبورت جلوكوز. من هو الكلوت 5؟ كلوت 5 ضعيف جدا للجلوكوز. مسؤول الكلوت 5 فقط مسؤولة على الفركتوز، اما حفظوها. كلوت 7 liver endoplasmic اللي هو glucose from E endoplasmic reticulum to cytoplasm، واللي هو ال S glot اللي هو الانتستين والكدني اللي أخذناه في مقدمة السلايد اللي هو مسؤول عن co-transport from lumen into the cell. هسه من هذا اللي قدامكم التابل أكثر واحد، كل المهمات، هذا لا يعني أنه مو مهم سؤالي، كل المهمات ياهو أكثر أهمية من جلوت، أكثر واحد أهمية، أكثر واحد إلى ثقلة، كلهن إلهن ثقل. أنا ما جاي أقول ذن ما مو كلهن إلهن أهمية، أكثر واحد إلى أهمية بعملية regulation of glucose level. من هو؟ خلينا نشوف أجوبتكم وقراءتكم إلى المحاضرة. فاطمة تاهل تقول جلوت 1، سارة تقول جلوت 1. أين الحجة يا سارة أنه الون هو الأهم؟ What is أحمد؟ عافية أحمد، والله خلنا نسوي له مشاركة. أحمد مشاركة أحمد، يلا ويا أحمد. ليش الجلوت فور؟ مشاركة أحمد، أحمد حيدر جبار. ها كذا طلع بالسلايد، أنا أخلي علامات فهم. إذا جاوبتني ليش الجلوت فور، ليش أحمد جاوبني قل لي ليش الكلوت 4؟ تعال مو مشاركة يا أحمد، هسه هو تقدر تقول من خلال مبين ذاك وياه. من يجاوبني ليش الكلوت 4؟ أقرأ السلايد براحتك، ماكو مشكلة طلع لك يا السلايد. ليش الكلوت 4؟ واي دائما أسئلتي شنو اختيارك؟ أنا بالأخير واي، فسر ذلك، علل ذلك. لا يا علي سعيد، لا يا علي سعيد. ليش؟ اللي جاوب صدقون اللي جاوب ياخذ درجة. ليش الجلوت 4 كل المهمات؟ انا ما قلت واحد مو مهم، كل المهمات، لكن اكثر واحد بعملية الريجوليشن اوف جلوكوز هيموستاسيس يا زينب هو
اي ليش؟ باقر طلع سلايد وعندك المحاضره، يلا هذا السلايد. وبعد اذا طلعت السلايد ما راح اشوف الشاتات. قريته باقر؟ لا بعد بعد هني جاوبني سؤال مهم جدا هذا، صدقوني هذا على مناقشات دكتوراه يعني سألوه هذا السؤال، فأنا أريد أعطيكم إياه من هسه حتى بعد واحد ما يكون عنده سارة غالب شبيل سؤالين ودي ما تقول له سيطرة سؤالين أوبتيك. لا اي فاطمة تايش بي سكلتها الموصل وبعد ويا وحده. يلا راح انا اقول فاطمة تايه لان هي ما عندها مشاركة. يلا فاطمة تايه، فاطمة تايه، احمد مشاركة ماكو، هاي فقط يعني للصراحة ما تكره نخلي لك مشاركة زين. لا يا احمد فاطمة تايه اي تي بي شبيه اي تي بي. لا مو بديتي بداية موفقة انه قلت سكلت المصل ستورن كلوكوز از كلاكوجين. زينب عماد زين، خلوا الجدول امامكم شوفوا لي بالجدول ايش طالع عندكم بالجدول هذا. يحيى واضح امامك الجدول؟ يحيى يحيى قران جلوت فور وين موجود؟ بالسكليتال هارت ماسل اديبوس تيشو بروبرتيز انسولين ميديت جلوكوز ابتيك. زين اذا موجود في هذه الكميات يا احمد حيدر السكليتال ماسل واذا موجود واذا موجود وبالهارت وياه واذا واذا ناقل لهم وديان ليش بلاي امبورتنت رول راح يصير انرجي. قال البقيه ما يحتاجون انرجي هم يحتاجون، البقيه هم تحتاج مصل كونتراكشن والبقيه براين الليفر لها كلها تحتاج. بلاي امبورتنت رول ان ريجوليشن اوف جلوكوز ليفل. مبين ترى الجواب ذاك يا واضح جدا من الجدول هسه جاي تقروه هو واضح امامكم. يلعب دورة مهمة في عملية التنظيم. عافية علاس علا فيصل، خليك تكتب علا فيصل. علا فيصل وين كنت علا؟ علا فيصل تقول لأنه هذا ترجمها بالإنجليزية ريتها أكثر واحد وفرة في الجسم. أحسنت، يعني نقدر نقول because of high level high amount of glucose uptake by skeletal adipose tissue and cardiac. لذلك ها فاطمة الزهرة لأن كمية العضلات بالجسم كبيرة هسه صار تباعا والadipose tissue بعد والكارديك أكثر، لذلك هو يلعب دورا مهما 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 إلى نهاية اليوم القيامة مهما مهما انه ليش اكثر كميات من الجلوكوز تتوجه للأديبوس تشو والسكلتال المصل وبالتالي عملية تحفيز لهذا الجلوت فور يعمل الى ريجوليشن اوف جلوكوز. هسه نجي للسلايد مالتنا، شوف للسلايد مالتنا يا يحيى حتى نكون هذا الجلوت فور is under the control of insulin under the control of insulin but other glucose transporter are not under the control of insulin. ولذلك يلعب دور مهما جدا بسببين. السبب الاول لانه موجود بالسكلت المصل اديبوس تيشو كارديك وذني دائما ياخذ اكثر كميات من الجلوكوز السبب الاول، والسبب الثاني انه يخضع تحت سيطره الانسولين يعني يتحفز بالانسولين. إذا صار خلل بالإنسولين
ايش راح يصير بي مثلا؟ قلب الانسولين، قلب الانسولين، شوف الجلوت فور تحفيزه قليل جدا وبالتالي الجلوكوز يصعد. زين، هنا انا متطرق لكم الى انسولين ريزيستنس. احيانا الانسولين سكريشن ما بي مشكله، ما بي مشكله، لكن نشوف انه الجلوكوز صعد بالدم، نشوفه مثلا هذا سمين، مثل احنا شوي سمين مثلا، هذا سمين ليش صعد عند الجلوكوز؟ من يقدر يعطيني تفسير لهذه الغايه وهي موجوده من يعني موجوده بحياتنا اليوميه؟ يروح يقيس الانسولين، اكو قياس هرمون الانسولين ما في مشكله، يقيس الجلوكوز اللي صاعد. شو يفسر هاي القضيه؟ عفي احمد، شنو يعني الدهون عاليه؟ عدم استجابه الخلايا الانسولين. يا عبد الله، ليش عدم استجابه الانسولين الخلايا الانسولين؟ ليش ما تستجيب؟ ليش؟ شنو تفسيرك انه ما يستجيب؟ صحيح ما يستجيب، ليش؟ انسولين موجود، انسولين عالي، لا لا انسولين قلنا نورمال، لكن الجلوكوز صاعد، وما نقدر نقول هذا بي تايب 1 لكن هو يضيفه على تايب 2، يسموه انسولين ريزيستنس، انسولين نورمال لكن الجلوكوز صاعد. من يقدر يعطيني تفسير؟ ويعطيني تفسير مشاركه جدا مهم. يا ابراهيم عافي، احتمال خلل بالكلو. فاطمة تايه، شنو الخلل هذا اللي يكون؟ قد يكون هذا الخلل وراثي كونجنيتال، ولكن الموجود هسه حاليا هو خلل، اقوله خلل اكوايرد مكتسب. من يقدر يقول لي شنو الخلل هذا بالجلوت فور؟ شنو الخلل؟ الخلل شنو؟ انا اعطيتك يا يحيى وقلت لك انت سمين يا يحيى شويه، واحده من الاسباب لك سمين اوبيس، على علم يحيى هو مو اوبيس. شو تقول يحيى؟ وش يسوي يا ساره؟ مور فات تيشو، واذا صار الوت اوف فات تيشو؟ لا لا، اقصد انت مو سمين، بس انا بدي اقول سمين على مود انه اقرب لك الصوره، يعني لا سامح الله يحيى سمين، لكنه قيسوا الانسولين ما بي شيء، الجلوكوز مرتفع، شنو السبب؟ واحده من اسباب انا اقول، شنو السبب؟ سولين ريزيستنس، سولين ريزيستنس بمشاكل واسباب كثيره، واحد من اسبابه قلنا الجلوت فور از فيري امبورتنت، تحت سيطره الانسولين، اما خلل بالجلوت فور نتيجه وراثي او مكتسب. الجلوت فور زين، انا اسالكم الجلوت فور وين موجود بالسيال؟ وين موجود؟ هو ترانسبورتر، وين موجود؟ مو قلنا الانسولين ما، عبد الله قال الانسولين ما بي مشكله، الانسولين كميته كلش كافيه بالجسم، ما عندنا كل اشكال. جلوت فور، انا اسالكم جلوت فور وين موجود؟ في اي مكان بالجسم؟ جلوت فور اي مكان موجود بالجسم، من اسمه ترانسبورتر، ويعمل على دخول الجلوكوز from the blood to the cell of skeletal muscle of adipose tissue of cardiac. سؤال واضح يا حي؟ يعني مكان دكتور بالخلايا قصدك؟ عبد الله جاوب، عبد الله سيل ميمبرين، انا اسوي له مشاركه لعبد الله، عبد الله مشاركه. الجلوت فور وين موجود؟ الجلوت فور هو ترانسبورتر ناقل، قلنا موجود بالسكلتال مصل، بالادبرس تيشو، بالكارديك مصل، موجود على السيل ميمبرين، ياخذ من الدم جلوكوز ويدخله الى داخل الجسم. من اللي يحفزه؟ يحفزه الانسولين. اي من زين ابغى لك مين؟ لا، جلوت فور موجوده بالسيل ميمبرين، هاي مشاركه لا عبد الله. اذا جلوت فور يحيى سمين، اسمح لي يحيى خلينا دائما نقول التسمين، يحيى سمين، هنالك على السيل ميمبرين طبقه من الليفت راح تكون هنالك كفرد من الجلوت فور جزءا ما، كمية قليلة راح تتحفز بالانسولين، فالانسولين يريد يحفز هذا الريسبتر، فالريسبتر راح تكون هنالك طبقة مثلا ما كونجنيتال او عفي عائق، بعد احنا جاوبناها يا ابراهيم، فيكون
انه هذا ما راح يرتبط به الانسولين بكميه كافيه، فيكون الكلوت بهذه الحاله يعني ما راح يصير له ستيميليشن باي انسولين، انسولين يظل يفتر داخل البلد، يريد ريسبتورات عادتها قليل. هسه اذا كل الريسبتورات مالت الجلوت 4 ما تتحفز، هاي بهالحاله هاي فد مشكله كثيره، لكن درجات كم عدد معين ما راح يقدر يحفز الانسولين، وبالتالي راح يرتفع الانسولين. واضح يمكن الجواب لو مو واضح؟ واضح، واضح الجواب. زين، اذا واضح تقولون واضح، اذا واحد سمين شرح شنو النصيحه مالتك له يا يحيى بما انه هو ضرب المثال وفيه. اعتقد دكتور ياخذ الميتفورمين، واحد منهم ياخذ الميتفورمين على مود انه الانزيمات الثلاثه العام اخذتوه داخل الامعاء، هذا يعني داخل الامعاء انه يصير عمليه انهيبيشن لاكتيز مالتيز سكرز، هاي الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه انكريز ذا سنسيتايزيشن اوف انسولين فور تيشو، وعاش ايدك يا حيل. ميتفورمين الفانكشن الثاني انكريز ذا سنسيتايزيشن، هالكلمه موجوده بالتكست بوك، انكريز ذا سنسيتايزيشن اوف انسولين فور تيشو، هو يقول بالتكست بوك، لكن هو فور جلوت فور ان تيشو. او بعد شو يسوي؟ بس يا مار داخل علاج. يحيى قبل قال اخذ ميتفورمين. ماري عافية احمد. ينزل وزنه مثل ما نزلت وزنك انت يا احمد. نزل وزن. زين. اعتقد هذا يعني اتطرقنا الى هذا الكلام بما فيه الكفاية، وهذا سلايد مهم جدا. يحيى تسمعني ويسمعون بقية الطلبة. هذا نعم سلايد 20,000 مرة مهم. مهم لان بجوانب سريريه كثيره، بجوانب صيدلانيه كثيره، بديزيز كثير. زين، دايجستشن اند ابزوربشن اوف ليبيد، خلصنا من الكربوهيدرات نحول الليبيد. اتفقنا الليبيد من يجي داخل الواحد ياخذ ليبيد ومختلف الانواع، سواء كان ترايجليسرايد، سواء كان كوليسترول، سواء كان فاتي اسيد، سواء كان فاتي اسيد لونج شورت فاتي اسيد كوليسترول، كلها انواع للليبيد. اول بدايه عمليه الدايجستين نحتاج الى اثنين يعني قضايا على مود السيل الدايجستين. اول بدايه البايل سولت. البايل سولت شنو وظيفتها؟ من يقدر يقول لي شنو وظيفه البايل سولت بعمليه الدايجستين اوف ليبيد؟ هاي المحاضره كلش حلوه مهمه، بيها وايد شغلات ادويه بيها. زين، عافيه يحيى. يحيى هاي مشاركه رقم عبد الله، مشاركه رقم اثنين. مايسل خذناها ذيك المحاضرة. فاطمة عبد المنعم يعني شنو؟ يعني شنو فات دايجستين؟ شلون أنا أقول لك؟ How fat digestion by bile salt. فاطمة عبد المنعم How metabolism of fat. Metabolism هاي بالكورس الثاني ناخذها. من راح يصير لأني فقط جاي أجيب الكربوهيدرات يصير الامتصاص ودي للتشيو، وراه ايش راح يصير؟ metabolism. Metabolism ما راح أتطرق له هنا، أتطرق له بالكورس الثاني. بالكورس الثاني اقول الكلوكوز وصل للسيل، ايش راح يصير بي؟ وما ابدا وياكم بعد من الاورال والدايجستين والابزوربشن. هنا الليبيد جبت من الدايجستين وصار له ابزوربشن، وديته لمن؟ وصلته الى التشو، وصلته للسيل، وصلته للليفر، وراح يصير ميتابوليزم. ميتابوليزم ما راح اتطرق له هنا، بالكورس الثاني اتطرق له. زين، اذا جاوب عبد الله راح يتكون ماي سيل سيل، عمليات تحويل، عمليات الإذابة، عمليات الدايجستشن إلى الدهن، طبعاً ليبيدز راح تكون عن طريق تكوين form large fat globules عن طريق pile salt. pile salt تعمل عمل الامولسيفاينج ايجنت احنا نسميها داخل المركبات الصيدلانية، انه تربط جزيئة الماء مع جزيئة الليبيد عن طريق ما يتكون المايسيل. المايسيل البايل salt راح تكون على شكل كرة، احنا ذيك المحاضرة قلناها، داخل هذه الكره راح يكون ليبيد، خارج راح يكون هيدروفيليك اللي لها اتصال مع الووتر، راح تكون اكثر سلوبيليتي، اكثر دايجستشن، وراها وصل الى حد الجي اي تي. الجي اي تي اجانا انزيم اخر اسمه لايبيز. هذا اللايبيز انزيم اخذناه ايضا بهذه المحاضره وايضا نتطرق له بهاي المحاضره. Into epithelial cell, the intestine lining, they are combined to form triglyceride. يعني الفاتي أسيد اللي يصير لعملية امتصاص بالجي آي تي داخل الانتستينال
سيل يرجع يكون الترايجليسرايد. خذوها ببالكم، الفاتي اسيد من واحد ياخذ فاتي اسيد يوصل للجي اي تي. طبعا الفاتي اسيد سواء كان شورت او سواء كان لونج يدخل بالجي اي تي سيل تحول الى يتحول الى ترايجليسرايد. اما الترايجليسرايد واحد ياخذ تي جي مثلا، عجب انه تي جي اول بدايه صار ماي سيل، وراها يشتغل عليه اللايبيز انزيم داخل الامعاء. هسه لحد الان داخل الامعاء لايبيز انزيم. اللايبيز انزيم طبعا بالمناسبه اكو هنالك داخل المحاضره اسمها مونو جليسرول باث واي، اللي هو الجليسرول واحد ياخذ جليسرول هاي داخل الجي اي تي مصل شلون يتحول الى التي جي يرجع. هذا ما موجود عندكم بالمحاضره، انا متاكد ما موجود، فقط اريد اقول انه شلون يتحول الفاتي اسيد الاسيل كو اي يرجع يكون التراي اسيل كو اي، يرجع بواسطه هذا الباثوي اسمه مونو جليسرول باثوي. جليسرول مع فاتي اسيد واحد واثنين وثلاثه يتكون التي جي. هاي ناخذها بالكورس الثاني فقط على مود انه يكون عندكم واضح هذا الباثوي. هذا ايضا مثال توضيحي اخر، هذا موجود يمكن بالرسم لو ما موجود يحيى عافيه. شوف لي السلايد هذا بالمحاضره عندكم موجود يحيى؟ قطع الانترنت يحيى؟ يحيى موجود؟ من يقدر لما يقول موجود حتى لا يمكن يحيى قطع الانترنت. زين اذا موجود هذا ملخص انه هذا فاتي اسيد اند مونوغليسرايت بواسطه المايسيل حتى يكون على شكل امولشن. اخذت الامولشن بالتكنولوجيا تكون المايسيل، ومن يدخل هذا المايسيل داخل الجي اي تي راح يصير عمليه الامتصاص المايسيل يكون ترايجليسرايد. لاحظ المؤشر واضح يحيى؟ لو طلع يحيى ما ادري من يصعد المكان يحيى، يمكن يحيى تعب يا هل يصعد المكان يحيى عافيه حتى اعتمد عليه. من يصعد المكان يحيى؟ واضح دكتور موش. زين ها يحيى موجود؟ ايه بس شوي صوتك يقطع مرات دكتور. تمام إذن عملية هساك ملخص إلى امتصاص الدهون، هضم وامتصاص الدهون. السؤال الأول إنه واحد ياخذ دهون فاتي أسيد مونو جليسرايد، صير عملية الامولسيفايد باي بايل سول تو فورم ماي سيل. أي واحد خطوة الأولى. خطوة ثانية الفاتي أسيد يدخل إلى بثيريال سيل and link to form تريجليسرايد. أخذنا تريجليسرايد باث واي مونو تراي أخذناها قبل شوي، ترايجليسرايد والمونو والفاتي ترجع تكون ترايجليسرايد، وهذا الترايجليسرايد بالكولجي اباراتوس كولجي بودي تكون تو فورم كايلومايكرون. وهسه حاليا ذكرتونا بالكايلومايكرون انه وجهته كسيمينار ولحد الان اخذوا ال دي ال في ال دي ال، لكن الكايلومايكرون ما حد تطرق له، ما حد اخذ الكايلومايكرون. مع العلم الكايلومايكرون is very important in transport of lipid. لاحظ هذا كايلومايكرون، كايلومايكرون enter the lacteal، لاحظ lacteal and are transport away from the intestine. هسه هنا هذا السؤال مهم جدا، عمليات انتقال digestion والabsorption of lipid لكن بمصطلح آخر ناخذه. هذا رسم آخر أيضا توضيحي، ماكو مشكلة، ذاك الرسم أوضح. هنا هذه الملاحظة inhibitor of pancreatic lipase، يعني البنكرياتيك lipase وظيفته انه يقطع الترايجليسرايد داخل الامعاء ويحولها من الترايجليسرايد الى 2 مونوكليسرايد وبعدها الى 1 مونوكليسرايد وبعدها الى كليسرول زائد فاتي اسيد، كلها هاي digestion تقطيع. فإذا إذا استهدفنا بعملية الانهبت، استخدمنا بعملية الانهبت، قلتكم سيمينار عليه اللي اسمه أورليستات دراكس واحد من عندهم انهبت أوف بانكرياتيك لايبيز، بالتالي شنو راح يصير؟ من يجاوبني شنو راح يصير؟ هذا اللايبيز مسؤول عن عملية دايجستشن أوف ليبت داخل الجي آي تي. فإذا صار digestion of lipid أوقفه، ما راح يتحول لا مونو ولا triglyceride ولا تو ولا يصير عملية الابزوربشن.
ما راح يصير امتصاص علي سعيد. زين accumulation of fat عافية عبد الله. علي سعيد خلنا نسوي له مشاركة. علي سعيد عافية. علي سعيد. علي سعيد موجود هذا الأورليستات بالصيدليات، لكن عملية إعطائه لازم تحت قياسات معينة. شوف بيه وايد سوالف لكن ما يحتاج لفلت، لازم نقيس البي ام اي. صراحة لكم شلون تقيسون البي ام اي أورليستات أو اسم التجاري الزينيكال. ليش ويا عفية؟ عفية علي سعيد. عفية علي سعيد ليش ويا مكملات ويا فيتامينات ويا يا نوع بيهم؟ علي سعيد يلا علي سعيد ما طول ذكرت هاي المعلومة هم تفيدكم. علي سعيد إذا وقفنا عملية امتصاص الدهون راح يمنع امتصاص يا فيتامينات. وانت ارتحت لي موضوع كامل، احنا فيتامينات ما معطي، ما راح يمنع بس الدهون يمنع يا هم. يلا قول ولو احنا خدناها بالليبيد. function of lipid is assist in absorption of. عافية علا فيصل. والله علا فيصل تستاهل مشاركة، فانا حنكتب لها مشاركة اولى ومشاركة اثنين. علي سعيد عدة ومشاركتين، لو مشاركة واحدة ومشاركة واحدة. علي سعيد بس يفتح الباب للمناقشة ممتاز. زين اذا من راح ناخذ هذا العلاج في علاج الاوبسيتي لازم مش ناخذ وياه او بعده بفترة ما ناخذ فيتامينات علا فيصل تقول ADEK ممتاز. فهنا راح يصير هو هذا يسموه دراج دراج انتراكشن، تداخل الادويه في مع بعضها البعض. زين هذا راح نناقش ان شاء الله بالسيمينار ايضا حتى من نتعطى بهذا الموضوع. زين هذا الزينيكال في شركات كثيره. سلايد واضح امامكم يحيى؟ سلايد واضح. واضح دكتور واضح. زين وهذا ايضا فقط رسم توضيحي للبنكرياتيك لايبيز انهبيتر. There is positive and there is negative. ايضا فقط رسم توضيحي. زين هنا اكو سؤال عندنا مهم جدا. تفضل. السلام استاذ احمد. يا الله شلون عيني شلون صحتك شلون احوالك؟ الله يحفظك. ها محاضرتك بس ساعه؟ 11 بعد بعد ان شاء الله. انا عندي محاضره هسه حاليا. لا لا بعيونك تدلت خليك عين الله يحفظك. زين خلنا نقبل البعض. زين اتفقنا انه الليبيد من يصير له دايجستشن لازم اكو انزيمات، اهم انزيم بي اكو بايل سولت واكو لايبيز. تقطع هذا الليبيد بمختلف انواعه راح يوصل الى الابسوربشن، يصير له عمليه ابسوربشن الى الجي اي تي. داخل الجي اي تي هناك باث ويترجع للترايجليسرايد صنعه من الكايلومايكرون يروح الى انت during the blood stream. لاحظ هاي الملاحظة أنا مخليك إياها يحيى، ضاوع لي هاي الخط بخط واضح جدا مخليكم إياها. نعم. entering the blood stream entering يروح للليمفاتيك، بعدها يدخل للبلود، وبعدها يروح إلى الليفر، وبعد الليفر يوزع. لاحظ من الأمعاء للليمف للبلود للليفر للتشيو. هذا ايش نستفاد من الموضوع؟ نستفاد منه انه بعض الاحيان من واحد يطلبون من عنده، خلينا نشوف عنده معلومات، يطلبون من عنده يسوي تحليل دهون، يقولوا له لازم فاستنج. ليش فاطمه الزهراء فاستنج؟ خلينا نشوف فاطمه الزهراء ويانا. ليش فاطمه الزهراء يقولون فاستنج؟ بعد اقل شيء كتب تقول 8 الى 12 ساعه، كتب تقول 8 الى 10، كتب تقول 14 to 16. المهم هنالك فاستنج. ليش؟ حتى يسوي له تحليل الدهون بالخصوص على التي جي. من يجاوبني لازم فاستنج، من يريد المشاركة هو هذا هو. يعني أنا الجواب قدامكم قريته وطلتكم إياه وسألتكم بي. لا احمد اي وبالتالي احمد اذا احنا على المخزنه وبالتالي ليش نقول له فاستنج؟ لا ما له علاقه بشغله هسه، بس قلت ليش فاستنج؟ ليش بدون فاستنج؟ بابا اسحب من الدم قيس
يطلع 800 700 هو النورمال 150 يطلع 400، وهذا يقول له دهن مالتك صاعد 400، وهذا يظل المريض ياكل بنفسه. لكن من يسوي فاستنج يلقى 150 يلقى 200، من يسوي فاستنج يلقى 350 400 اذا ما اكل فد وجبه دهون قويه. شو تقول عبد الله؟ لا لا، انا السؤال يمكن ما واضح لكم. يعني هسه مريض انا ياكم ابو امير، انا مريض ادي اروح اسوي دهون تحليل دهون، قبل ما اول ما يسالني ابو المختبر او الطبيب يقول لي فاستنج اقل شيء 8 ساعات ما اكل شيء، وبالخصوص وجبه دهون ما اكل وجبه دهون، يلا حروح اسوي لي تحليل. لا اقول له والله تريقت، خاف اقولها وهسه يعني تقول تريقت باقي له دهن، او تريقت فد شيء قوي كباب كله دهن، او تريقت فد شيء، راح اقول له لا عيني تعال باكر اسوي فاستنج. او باكر يقول يا حي يا بين، انا اعطيتكم اياها بالسلايد واضح جدا عافيه. اذا تكون النتيجه دقيقه شلون تكون دقيقه؟ ليش صارت دقيقه؟ نتيجه شنو؟ اريد تفسير علمي، تفسير العلمي لذلك واضح. انا هسه حكيتها قدامكم بالسلايد، هسه قدامكم حكيت الجواب، اريد تفسير علمي لهذه الحادثه. احمد يقول عافيه بدون مصدر خارجي، زين المصدر الخارجي كلت وين راح يروح؟ يلا احمد انا اسوي لك مشاركه. احمد لا اريد احمد هسه، خلينا نتكلم باحمد. يمتص الجسم وين اول بدايه يمتص وين يروح؟ يلا احمد والله خلوا احمد، خلوا احمد خلينا نسوي له مشاركه. يلا احمد يمتص الجسم، اقول لك المعده شنو احنا وين حكينا؟ منين اكو بالمعده امتصاص دهون بلمعة بلمعة احمد ويانا مكنك بلمعة بلمعة هذا الحكي ما الصوت بلمعة ما عاد تركها معود. بعد منين احماض دهنية؟ مو احنا موضوعنا عندنا اسمه لبد يا حور. لا قبل الدم احمد تسلسل هسه حكيت اني من الامعاء المن، خليت لكم اياه بخط واضح من الثوراسك دكت. يلا عبد الله عافية، ما قلت لكم ساعدوا احمد ساعدوا منين؟ من الامعاء لللنف، وين احمد ورا اللنف؟ المن. يلا احمد من الامعاء افتح لك مايك، من الامعاء لللنف، لا من الامعاء لللنف للكبد شلون؟ لا يا يحيى ما منتبهين وياي. عافية عبد الله للبلاد ستريم، وبعدين للكبد، وبعدين للميتابوليزم اللي راح بالكورس الثاني ناخذه. اذا اني اخذت وجبه دهون وسحبت البلاط، اني هاي الوجبه الدهون كلها موجوده عندي، كلها راح اسحبها، راح يكون فولس ريزلت. لذلك يجب ان يكون فاستنج. مو انت قلت المصدر الخارجي، المصدر الخارجي من تاخذ قبل اللنف، ومن اللنف للبلاد، ومن البلاد للليفر، ومن الليفر ميتابوليزم، وبعدين يودي في ال دي ال، ال دي ال ودي للتشو، والتشو زايد من عنده يحوله بال اتش دي ال يرجع على الليفر. انا اخذها كلها وين؟ بالكورس الثاني او بالسيمينارات اللي راح تتناقشوها. احمد واضحه يمك لو مو واضحه؟ احمد انا من احكي ويا احمد يعني اقصد الكل. واضحه يا احمد؟ لذلك واحد لازم ما يتريق فد اقل شيء 8 ساعات 8 8 يسوي فاستنج. كتب اقل شيء تقول 8 ل 10، كتب تقول 10 ل 12، كتب تقول 10 ل 14، لكن لونج فيري لونج فاستنج لا ما يصير. مو صايم ليوم كامل يجي يسوي تحليل دهون، ما يصير. هذا راح يدخل ما يسمى بال يعني لايبولايسيس، راح صار باللايبولايسيس يطلع هم فولس ريزلت. أما فإذا 8 إلى 10 محسوبة حساب علمي. أعتقد بالنسبة إلى الدهون هاي موضوعين أنا كدت عليهم. بالنسبة للكوليسترول، واحد أخذ كوليسترول مثلا يحيى يأكل هو كوليسترول، إذا absorbed dissolved and lipid micelle اتفقنا أخذها راح وصل إلى المايسيل البايل سولت، إجا المايسيل حاط الكوليسترول وداخله الكوليسترول وصله صار عملية الابسوربشن بسرعة. الكوليسترول شو يسوي له؟ الأمعاء شو يسوي له؟ يسوي له
استريفايد حول تربطه مع استر مع فاتي اسيد اخر، وايضا داخل الكايلومايكرون وتوجهه نفس الكلام لللاكتيل للثوراسيك دوكت لمف بلود ليفر اند ذن ديستريبيوشن تو تيشو. البروتين دايجستشن اوف بروتين، خلصنا من الكربوهيدرات وخلصنا من الليبيد، الان نحول الى دايجستشن اند ابسوربشن اوف بروتين. اخذتوا يم دكتور خالد البروتين، شنو السب يونت اوف بروتين؟ سب يونت اوف بروتين، من يقدر يقول لي شنو السب يونت اوف بروتين؟ بروتين حتى يصير شنو الوحده التكوينيه مالته شنو هي؟ امينو اسيد. والامينو اسيد وات از ذا تايب اوف امينو اسيد؟ اخذتوها يم دكتور خالد، شنو انواع الامينو اسيد؟ يلا سارة غالب أنا سويت مشاركة عافية. type of amino acid، type of amino acid شنو أنواعها يحيى؟ يقول essential، بس essential يا يحيى. يلا many of amino acid، شنو أنواع الأمينو acid؟ non essential، non essential بس non essential essential عافية هو essential and non essential. هاجر بس non essential؟ لا essential. هذا إذن تقسيمات الأمينو أسيد تقسم اعتمادا على في 20 أمينو أسيد. سارة إيش بين العشرين؟ قسمي لياهم شلون أقسمهم دول العشرين؟ عددهم 20 صحيح، عددهم 20 عند بدي خدتوا يا دكتور خالد. أساس 8 9 essential. إذن أمينو أسيد may be A classification depending on essential and non-essential. Number one. Number two. ألا تقسيم آخر أخذتو لو ما ألا تقسيم آخر أخذتو depending on chemistry أخذتو لو ما أخذتو depending on chemistry. يلا سارة يلا يا سارة classification of amino acid. هذا السمي amino acid لا هو amino acid ولا هو نقدر نقول يعني هو شلون نقول يعني سالب الأمينو أسيد الأساسيات اللي هناك. عافية سارة إحنا شو نقول التقسيم بولر أند بولر؟ عافية. إذن فاطمة تاي خلنا نسوي لهم مشاركة. فاطمة تاي زائد سارة غالب. أي إذن هنالك تقسيم يعني آخر أضافة للإسنشال أند إسنشال. هنالك تقسيم مثلا تقسيم البولر اند نون بولر، تقسيم اروماتيك اند نون اروماتيك، تقسيم الفاتيك اند نون الفاتيك، تقسيم اسيديك اند بيسيك. مو تمام؟ لان كل من التقسيمات اخذتوهم يم دكتور خالد في ذلك، انا ما راح اتطرق لهذا الموضوع، فقط اتطرق للانزيمات الماء. اذا واحد اخذ بروتين وهنالك بروتييسز انزيم مسؤول عن عمليه ديجريديشن اوف بروتين in two different amino acids in stomach and intestine. واحد من هذه الهرمونات البيبسينوجين طبعا بوجود ال HCL يتحول الى بيبسين. البيبسين يعمل على act on endopeptidase اللي هو cleavage dietary protein with a broad spectrum of specificity. اضافة لذلك يقطع عملية ال cleavage peptide bond، عملية ربط أمينو أسيد واسطة البيبتايد واسطة الكاربوكسيل جروب، يعني اللي من جهة الكاربوكسيل اللي بيها أروماتيك أو أسيدك أمينو أسيدز راح يشتغل عليها البيبسين. أما هنالك اللي هو الانتيروبيبتيديز سكريتد طبعا بواسطة البروش بوردر إنزيم سمول انتستين كليفج تريبسينوجين إلى تريبسين. التريبسين كليفج الكايموتريبسينوجين to yield active كايموتريبسين، برو إلاستيز to yield active إلاستيز، برو كاربوكسي بيبتيديز to active كاربوكسي بيبتيديز، كلها تحت تأثير التريبسين. التريبسين central role because it cleaves dietary protein activate other proteases for dietary protein. هاي الأنزيمات كلها نقدر نلخصها بهذا الموضوع اللي هو التريبسين خاص بعملية قطع الكاربوكسي سايد، لأنه كل بروتين بجهتين، جهة أمينو أسيد جهة كاربوكسيليك أسيد، فور أرجينين لايسين، شوف كل واحدة اللي هي الأمينو أسيد خاص بها. كيموتريبسين فور كليفج كاربوكسيليك أسيد فور فينيل ألانين تايروسين، ذن اختصارات مالت أمينو أسيد فور إيتش ون
there is specific amino acid act on zinc. من هاي الخلاصة كل هالإنزيمات اللي تشتغل بالجي آي تي البروتين راح يوصل إلى الجي آي تي as amino acid. السؤال اللي ينطرح هنا مثل ما أخذنا الكربوهيدرات صوتي واضح يمكن لو أكو بي مشكلة الصوت واضح والصورة واضح دكتور. سؤال كملخص كربوهيدرات عبد الله أخذ كربوهيدرات آخر شيء جسم داخل الأمعاء كسر الكربوهيدرات وصلها للمونوسكرايد اللي هو جلوكوز فركتوز غالاكتوز وعرفنا صار امتصاص وجينا للدهون والجسم جي اي تي مايسيل سيل وحول عملية الدايجستين وحول إلى المونوغليسرايد والفاتي أسيد صار الامتصاص وداخل الجي اي تي سيل حوله رجع على التي جي وبالكايلو مايكرون ليش عيد هالكمية فور لمف فور بلود فور ليفر فور تيشو وجينا للبروتين هسه الآن مو كلها يحيى علي سعيد مثلا أخذ بروتين وأكل البروتين ويقول الأحداث راح تصير بالبروتين هنالك أنزيمات كثيرة تبدأ من الأسيال والبيبسين والتريبسين والكيموتريبسين and all of the enzyme وصل إلى آخر شيء شو يقول علي سعيد قريب من الامتصاص من الجي آي تي شو يوصل البروتين يا علي سعيد علي سعيد إيش راح يوصل smaller polypeptide عافية يا علي سعيد أمانو أسيد مختلف أنواع الأبزوربشن زين هسه السؤال ينطرح هنا أحيانا واحد يأخذ بروتين وأيضا يصير عنده disorder مشاكل داخل الأمعاء نتيجة أخذ البروتين إيش تتوقعون وين المشكلة موجودة مشكلة وين موجودة بالإنزيمات عافية علي سعيد زين أنا هسه أطرح عليكم هذا السؤال شوية سريع كلينيكال فارماسيست زين إذا واحد أخذ الأتسيال مو قلنا مهم حتى يحول لي يصير وسط حامضي يحول تريبسينوجين تو تريبسين البيبسينوجين تو بيبسين وهذا مهم جدا في عمليات امتصاص البروتين زين أكو أحيانا واحد يأخذ ال H بوم إنهبيتار سنتاك اللي هو يقلل ال HCL secretion فكنصيحة غذائية كنصيحة غذائية واحد من يأخذ ذني إيش تتوقعون نصحة إنه يأخذ أثناء الأخذ يعني أو بعد ما يأخذ هاي الحبوب العلاجات اللي يتقلل من ال HCL واللي يتقلل من هاي الإنزيمات نصحة إنه يأخذ بروتين لو ما تنصحة بروتين ما قلت أمينو أسيد بروتين نصحة يأخذ بروتين don't اذا هاي النصيحه الاخرى بالكلينيكال فارماسيست لا اذا ياخذ امينو اسيد ماكو مشكله لان هو امينو اسيد سهل الامتصاص ما يحتاج لا HCL ولا شيء فاذا اكو تداخلات نسميها هنا دراج فود انتراكشن هناك اخذنا دراج انتراكشن واحد هنا دراج فود انتراكشن اريدك هيك تفكر كلينيكال فارماسيست هيك يصير تفكيرك بكل شيء زين احنا حتى ما ناخذ وصلنا الى الامينو اسيد وصل الى الجي اي تي هسه نريد الابسوربشن هسه لازم ابسوربشن فور ايتش امينو اسيد ذير از ترانسبورتر خاص بي الترانسبورتر اللي هو راح يعتمد على الصوديوم امينو اسيد كارير سيستم هم صوديوم امينو اسيد كارير هذا مسؤول عن عملية الابسوربشن of amino acid from the GIT. Co-transporter احنا نسميه co-transporter مثل ما اخذنا بالكلوكوز there is sodium dependent glucose هنا sodium amino acid sodium amino acid carrier زين هنا سؤالنا راح ينطرق السؤال راح ينطلق هنا هذا الصوديوم هذا منو خلينا نشوف
ان شاء الله تصيرون كلينيكال ان شاء الله. المهم يعني هاي الاسئله راح تتطرقون لها. صوديوم از بومبد فروم سيل بومبد فروم سيل اون سيروسيل سايد اكروس بيزوليترال ميمبرين. هنالك ناقل اسمه صوديوم كي اي تي بيز ان اكستشينج فور كي بروفايدنج هذا عمليه الصوديوم ان اي كي اي تي بيز وهي اكتيف ترانسبورت راح تولد قوه حتى تنقل الامينو اسيد من الانتستينال ابيثيليال سيل. يعني عمليه الكو ترانسبورتر هنا احتاجت انرجي احتاجت طاقه اعتمادا على الصوديوم كارير صوديوم امينو اسيد كارير. زين هذا الرسم واضح امامك يا يحيى؟ شوف لي هذا الرسم عافيه يحيى. هذا الرسم ملخص الى موضوع البروتين ابسوربشن. ملخص الموضوع الاول بعد ما اجى البروتين وكل الانزيمات قطعت وصلت امينو اسيد الى هذا المكان اللي هو الفيلاي مايكروفيلاي. هنا الميكانيزم الاولى اللي هي الصوديوم كو ترانسبورتر قدناها كو صوديوم مع الصوديوم يصير عمليه الابسوربشن البروش بوردر. الميكانيزم الاخرى اللي هي اكتيف ترانسبورت اللي هي قلنا نتيجه وجود ال NAK بوم داخل السيل راح تكون عملية وتولد فورس قوة تسحب الصوديوم مع الأمينو أسيد ويصير عملية الفاسيليتد ترانسبورت تو ذا فين. هنا تو ذا فين لاحظ هنا الموضوع هنا بورتال فين. إذن الأمينو أسيد والكربوهيدرات من يصير لعملية بعد ما صار لأبسوربشن وريد ينقله للبورتال فين بينما بالدهون for lymph, for blood, for liver, and then for tissue. بينما الكربوهيدرات قبل بعد ما يصير عملية digestion, absorption, and secretion for portal vein. Portal vein سؤال هنا وين راح يوصل البورتال فين؟ كربوهيدرات والبروتين وين راح يدزهم أول بداية؟ وين يرسلهم؟ عافية عبد الله للليفر. إذا لاحظتوا بعملية الأبزوربشن الفرق ما بين الكربوهيدرات والكربوهيدرات والليبيد والبروتين اكو فرق بعملية النقل وعملية الامتصاص اكو فرق جدا واضح ولذلك يروح المن للبورتال فين. اعتقد بالنسبة الى من عنده سؤال على عملية كربوهيدرات ليبيد بروتين من عنده سؤال عن عملية الدايجستين. أنا اختصرتها لكم قدر الإمكان يعني دايجستين أند أبسوربشن. من عنده سؤال على ذني الثلاث المواضيع لحتى هسه حتى يكون انتقال للفقرة الأخرى اللي هي فقرة عملية أزيد مما هي فقرة نظرية. من عنده سؤال؟ من عنده سؤال؟ عافية غلقوا الكاميرات عافية غلقوها. أنا مخلي ليه أضل على الكاميرات؟ غلقوا الكاميرات. من عنده سؤال؟ زين خلني أسأل سؤال تذكيري فقط. Why the GLUT4 is very important in the regulation of blood glucose level? Why GLUT4? كون افتح لي المايك وجاوبني عافية. من افتح لي المايك؟ اريد افتح المايك حتى اعيد التذكرة لكم فقط لهذا السؤال. من افتح لي المايك؟ احمد. يلا احمد أنا أشوف أحمد. يلا أحمد. يلا أحمد. تفضل أحمد جاوب لي هذا السؤال أحمد. فتحت لك المايك أحمد. أحمد فتحت
فتحت لك المايك. تفضل احمد. احمد شو نايم؟ احمد شو وينك احمد؟ احمد طلع فد مره. سارة افتح لك المايك. سارة شكرا جزيلا. يلا سارة من يفتح لي المايك بدي اشوف الفكرة وصلت له ولا. احمد بدي تروح المشاركة من عندك. احمد تفضل. والله احمد نايمك. ليش يعني ليش الجلوت 4 يلعب دور مهم جدا في ريجوليشن اوف بلاد جلوكوز؟ جاوبته وفصلناه بصوره مفصله. احمد تفضل. احمد يلا تفضل. زهراء. زهراء يمكن ما يمكن كلهم وياي ماك. لا انا اريد جواب تحكي لي حتى ذا بالعرب. اريد جواب. لا يا حتى لا تجاوب. انا اريد واحد من الموجودين. اريد الموجودين الحاضرين قلبا وقالبا. هذا احمد ماكو مشاركه. احمد هاي ما طول ما تحكي ماكو مشاركه. بعد منه اللي قلناها زهراء. احمد موجوده زهراء؟ زهراء احمد. زهراء احمد قافله المايك. يلا يا باقر مو جاوبنا. قلنا ليش الجلوت 4 يلعب دور مهما جدا في عملية الريجوليشن اوف جلوكوز ليفل؟ ليش الجلوت 4؟ ليش ما قلنا جلوت 2؟ ليش ما قلنا جلوت 5؟ ليش ما قلنا جلوت 1؟ ليش اكثر واحد هو الجلوت 4؟ ما اريد جاوب. نريد كلام هسه. شلون ويا الثاني؟ افتح لهم مايك واحكي. يلا وديان تفضلوا. وديان السلام عليكم دكتور. عليكم السلام دكتور. هو يعتبر الناقل الرئيسي بالسكيلتال مصل بس بالسكيلتال وبالكاردياك. بالكاردياك وبعد بالأديبوس. خلينا نساعدك بعد واحد. وبالأديبوس تشو تمام. اكثر شيء شنو موجود بالجسم؟ سكيليتال واديبوس تشو وكذا. فهي هن نعم دكتور هن اكثر شيء بالجسم فيعتبر ايه؟ كميه كبيره. احسنتي يا وديان. هاي المشاركه هم اليك. هاي مشاركه وديان. والله نعتبر امتحان شفوي هم الكتروني فد مره وخلص. زين خلصنا من هاي. نحول إلى موضوع آخر اللي هو أكثر عملية ما يسمى بالإنيرجي بالانس أوفر أند أندر نيوتريشن. هسا راح نسأل يحيى نتناقش أنا وياه. يحيى هسا أقدر أقول عليك مثلا أنت أوفر أو أندر أو نورمال. شلون أعرف هذا الموضوع؟ هذا الموضوع شلون تعرف أنت تعلل عن نفسك تقول أنا نورمال ويت نورمال إنيرجي او اوفر انرجي او اندر انرجي؟ شو تقول يا حيه؟ هو يعني بالعاده انه ياخذون الطول الى الوزن يعني من طوله مثلا من 150 70 الى 80 الوزن الطبيعي مالته هو هذا الرينج يعني. شلون 75 شلون صار؟ شلون صار؟ اعتقد اعطيتكم يعني اعطيتكم واجب بيتي انه كل واحد او عائلته او هو هسه على الاقل انه يشوف وزنه ويشوف طوله، مو صحيح؟ جاتكم هاي الرساله؟ من الوزن طوله وزن يعني عفوا شو من قاس طوله وزن وزنه او كتلته؟
أنا حاليا طولي 182. تمام. إيه فشوي عدي سمنة لأنه هذا وزني. يحيى باوع، إحنا من خلال هاي محاضرتنا الغاية من عندنا أريدكم مور كونفيرم، يعني تتأكد أكثر، يكون جوابك أكثر دقة علمية. تقول أنا عندي زيادة ماكو أبروكسيمتلي كذا، حتى بالبوينتات اللي تطلعها تقدر لو ما عندك علم بهذه القضية. أنا حاليا وزني تقريبا 86 يعني زائد. هسه أنا أريد كل واحد بيكم، بما أنه بعد عندنا وقت، كل واحد بيكم هسه يقدر وزنه اشقد أو طوله اشقد. يمك ورقة بس النايم ما له علاقة بي، أنا أريد فقط اللي باقي وياي يكتب بي ام اي. البي ام اي معناه بادي ماس اندكس، بادي ماس اندكس ريشيو، هذا فوق بالبسط الوزن وبالمقام المربع الطول. أساقلكم أنا راح أقيس على نفسي وأنتم أريدكم تقيسون. لا مؤمل ماكو 70 يطلع 70 وموت هذا ما 70 لا أسا أنت يما قسم لي يما. أنا قلت لكم سووها ورشة وسلموها إلى الممثل، كل واحد يقول وزني كذا طولي كذا، لأن هاي لها غاية فيها هاي الموضوع. ويت بالبسط مقداره بالكيلوغرام، مثلا السآني 100 كيلوغرام، والطول مو الطول كساء أحمد حيدر قال 184 سنتيم حول للمتر، شو يصير 1.84 متر، مو صحيح أحمد؟ فراح يصير مثلا أنا طول 1.9 سكوير، سكوير يعني أخذ مربع مالته. خل أنا أقسم، أريدكم كلكم تقسمون هسه طلعوا لي البي ام اي، وإذا واحد طلع أندر نيوتريشن لازم يشوف حاله شو يسوي. قسموا هسه الوزن خليه بالكيلوغرام خليه بالبسط، والمقام يحيى جاي سوي عندك ورقة لو ماكو. بلا دكتور عدوا. في 1.9 هذا بالمقام خليته 361 وهنا 100 وأضربه في 100% لأن هذا ريشيو، فش يطلع 100 تقسيم 3.61 يطلع في 100% يطلع 27.7 هذا البي ام اي مالتي. حتى نخلص من هالقضية كل واحد خليه يحسب سعره، يمكن ايه ضعيفة سعره 20 يطلع زين. كل واحد اقول لك مؤمل اضربه مؤمل وزنك بالكيلوغرام ايش قد وزنك خليه بالبسط، وجوه بالمقام طولك بالمتر ربعه ضربه في نفسه خليه بالمقام وضربه في 100%. كل واحد خلي قيس الوزن، يلا عافية انا قال لكم بيها ما قايسين وزنكم، كل واحد يكتب وزنه 24 عبد الله و28 احسنت عبد الله، هسه انا 27.7 زين. يلا كل واحد يكتب وزنه، يلا قصدي يكتب البي ام اي مالته، شد البي ام اي بادي ماس اندكس، هاي راح تفيدكم حياتكم الاجتماعيه، تفيدكم بالاورلستات الدراكس، هذا اللي ينعطى طبعا يعتمد على البي ام اي، اذا كان البي ام اي مور ذان 30 ينعطى مرتين، بي ام اي مثلا 27 28 مره واحده وهكذا. فالبي ام اي ضروري جدا. يحيى جابر اضربها زين اضربها ما يطلع 47 47 هذا فيري اوبيز فيري 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 اوبيز، هذا يحتاج لقص معدة هذا. يلا يحيى يمكن عندك خلل بال يعني بالقسمة، يمكن الوزن بالكيلوغرام على مربع خلل البسط الوزن مو وزن ايش قد وزنك وزنك ايش قد يا يحيى ايش قد وزنك تقريبا 86 182 سنتيم يعني 1.82 اضربه في نفسه انا اسوي كذا هاي يعني 1.8 اضربه في هذا في نفسه. هو القانون موجودكم عندكم بالمحاضره، انا معطيكم اياه القانون هذا ويا القانون امامكم الويت ان كي جي تقسيم الهايت سكوير، هاي السكوير ماشي وراح يكون ايش قد يلا يحيى
ساعدنا يعني 1.82 في 1.82 يطلع 3 جوا بالمقام 0.32 وهنا فوق 86 تقسيم 3.3 26 وليس 25 26.06 بي ام اي ماتك 26. المهم هاي تسووها كلكم سووها هاي من طلع الزهرة احمد 18.5 يلا احمد يقول 24 كلكم سووها كل واحد يسوي لنفسه واذا سويت لنفسك راح تسوي لاخوك او تسوي لاختك راح تسوي للعائلة ومن العائلة ننتقل للمجتمع ومن المجتمع نشاط علمي اذا يريد واحد يسوي نشاط علمي 3 طلاب تم تبليغ الممثل يسوون مرحلته واذا يريد يتوسع بعد اكثر يسوي جامعته واذا يريد يتوسع بعد اكثر يسوي حملة في بعض المؤسسات والتجمعات ويشوف على الاقل داخل الجامعة. نعم زين طبيعي ايش قد هو هسه يعني راح يجيك التفصيل بالشرح المحاضرة راح يجيك التفصيل. فاذا حتى نقول هذا الموضوع انرجي شوف السلايد واضح امامك بل واضح دكتور حتى نقول هذا اوفر عنده زياده او عنده قله اندر نيوتريشن لازم اطبق هذا القانون The Body Mass Index Weight الهايت بالمربع ان متر انا كاتب لكم اياه is commonly used شوف هذا غالبا هو اللي يستخدم in expressed relative obesity هذا لا يعني انه لا توجد مقاييس اخرى هنالك مقاييس اخرى البي ام اي هذا ما يطبق على بعض الحالات مثل من ما يطبق على بعض الحالات من يقدر يقول لي واعتبره نشاط جدا مهم هذا القانون من يقدر نطبقه على بعض الحالات ولذلك مو هو اكزاكتلي قلنا كومل ما يطبق احسنت يعني اذا نقول في حالة ديزيز اذا واحد عنده حالة ديزيز بعد من يجاوبني هذا مهم جدا انا اجيب لكم كيس واقول لك هذا اوبيسيتي لو مو اوبيسيتي شلون تحس به شلون تطلع لي الوزن الزايد بالاخير تقول ما ادري عافية كنت ركز شوية هاي احتاج لها تفاصيل يا عبد الله زين انا اسألكم البريجننسي نقدر نطبق عليها اذا امرأة حامل شو تقول يا حي زين اذا جيتكم كلهم قالوا لا هسه قعدوا زين اذا جبت بالكيس بريجننسي واريد البي ام اي كون اول ما تكتب تقول هي الاولية ده ما العلاقة المرأة شارت خاص زين اعطيكم بعد يعني اكسبشن اخر الاطفال يصير يا احمد عافية احمد يا الله تكتب لك مشارك قبل شوية انت ما شاركت هسه شارك عنده بتر بتر وين عنده احمد يا مكان احمد بتر وين عافية الطفل ما قلت لك انا طفل يعني ما يصير نطبق لها البي ام اي لازم فوق ال 18 احسنت ساره فوق ال 18 نطبق لها البي ام اي زين الجو ال 18 يا ساره شو يسوي له جوا 18 سنة سارة جوا 18 سنة ما أعرف عافية والله أحسن جواب ما أعرف يعني هنالك شارت خاص أكو شارتات خاصة للأطفال موجودة في المؤسسات الصحية يعني مو يجي طفل والله أوزن له بي ام اي وكذا وقيس قد وقسم وزن على المربع الطول أكو شارت إذا تريدون أدزه لكم ماكو مشكلة إنه عمره كذا سنة كذا عمر شهر لازم وزنه يكون من إلى هاي قياسات عالمية متفق عليها بالنسبة للأطفال وهذا الطفل إذا كان تحت هذا الخط نقول underweight فوق هذا الخط نقول overweight كل طفل إلى خاص الحوامل نفس الكلام حامل بالشهر الأول لازم وزنها كذا حامل بالشهر الثاني لازم وزنها كذا حامل بالشهر الثالث لازم وزنها كذا البتر شلون راح تعامل وياه أكو قياسات وشارتات خاصة لا واحد مبتورة إيده لا شارت خاص دكتور رجلي لا شارت خاص بعد اكو بعد حاله اخرى شو تقولون يا حاله ما اطبق بها البي ام اي انا ما ذاكرها بالمحاضره لكن بديهيات انه ما يطبق شو تقول يا حي عندك فكره انه ما يطبق بعد في حاله واحده اخرى من يجاوبني
ما يطبق هذا القانون أصلا وفصلا في هذه الحالات أضافة لحالة أخرى اللي هي حالة الأقزام. قزم حالات القزم تقزم، هذا مؤمل جاوب مؤمل تقزم زين. وفي حالة العمالقة أكرمي قالي في حالة العمالقة جدا طوال، دول أصلا مترتين ونص مترتين وعشرين أطول واحد بالعالم، هم يطبق ما نقدر نطبق هذا. إذن اكو استثناءات لهاي العملية. هسه وصلنا إلى سؤال يحيى بهذا الجانب. بعد ما قسنا هذا القانون الموجود أمامك يحيى، أنا دزيت لكم يمكن بالمحاضرة هذا سلايد. بلي بلي موجود. ويت على مربع الطول، ونجي الآن بعد ما شفنا وقسنا، وأريد من عندكم يوم الخميس إن شاء الله كل واحد يقيس الطول مالته والوزن يشوف البي ام اي مالته وين يخليه، يسلم إلى الممثلين والممثلين يجي يسلم إلى أستاذ المادة. بي ام اي ويت على مربع الطول، فإذا كان تحت ال 18.5 بلو اندر ويت، هذا دون المستوى الطبيعي. من طلعت سارة هسه يمكن عندنا قبل شوية ما أدرك واحدة طلعت 18 تحتاج شوية الغذاء تكثرة. إذا 18.5 إلى 24 و9 يا يحيى سألت عن نورمال، هذا النورمال يكون يطلع عندك من 18.5 إلى حد 24.9 شهر. واضح يا يحيى أمامك؟ واضح دكتور. وإذا صار من 25 إلى 29.9 هذا أوفر ويت كما طلع عندي أنا أوفر ويت. وإذا طلع فوق 30 هذا very overweight. مور فور يعني فوق 30 حقيقة قسمناه إلى جريدات. إحنا شو نجي جريد 1 أوفر ويت من 25 إلى 30 اتفقنا عليه. أوبيسيتي ليفل 1 هذا موجود عندكم بالمحاضرة؟ موجود عندكم بالمحاضرة يحيى؟ عافية ساعدني حتى يعني استمر بالمحاضرة، هي ما بقى شيء بيها. فهذا جريد 1 إذا ما موجود تسوي له سكرين شوت. هذا جريد 1 من 30 إلى 35، من 35 إلى 40 هذا ليفل 2 obesity، ليفل 3 40-50 ليفل اكسترمالي، وهذا فد يعني خلينا نقول كلش سمين، يوصل البي ام اي 50 إلى 60. خلاص ما شفنا 70، ما شفنا 70. طبعا العلاجات، وهنالك حتى مسابقات في احد الفضائيات شلون واحد يوصل 40-50 ويدخل في نظام غذائي، يدخل في نظام رياضي بدون علاجات يقدر ينزل. هنالك مثلا عندكم الطالب احمد ايضا مسوي هاي العمليه ونزل وزنه الى جد ما ادري جد طلع ضمن النورمال، وهنالك كثير. اذا انت بهذه الحاله، واحيانا الدرجات اللي تستخدم في علاج الأوبسيتي depending on the grade of obesity depending on grade. يعني أنا أسألكم هسا اللي عنده overweight مثلا يريد أخذ anti-obesity drugs، جرعة مات نفس الجرعة اللي هو عنده grade 3 مستحيل مستحيل تكون نفس الجرعة. إذن عليكم بقياس كل واحد يقيس طوله ويقسمه على الوزن مالته ويطلع البي ام اي مالته ويشوف وين حالته وين موجود. يحيى صوتي واضح؟ شو اكو هنا الانترنت عندي مشكلة بي؟ واضح دكتور. زين هسه انت بيا جريد يا يحيى شو تقول؟ اني اوفر ويت بس هيك بالطرف بالطرف. حاول تحافظ على هذا. زين ان شاء الله. هسه واحد يقدر يقول اذا اوفر ويت يا يحيى؟ نعم انا ماكو مثال ان شاء الله اضرب لكم مثال على قياسي واشوف قد انا على قياسي مو طلع البي ام اي 27 بي ام اي يطلع مالتي 27 مو صحيح، والوزن البارز قد كان 100 كيلو كي جي. فاذا اريد انزل للنورمال نورمال خلنا اصير 24 بس ما اريد اقول لكم اكثر 24 بي ام اي قد لازم يكون وزني اكس، فالاكس يساوي 27 بالمقام و24 في 100 نسبة وتناسب. شوف انا شوف نسبة وتناسب واعطيكم ازيد مقدار الزيادة اللي صار عندي 24 في 100. يعني دكتور الوزن بالبسط اكس مو نسبة وتناسب. ها الوزن نخلي مثلا نفرض انه نوصل 24
خلي الوزن بالبسط اكس وبالمقام هو نفس الطول في نفسه. لا 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 مو هيك. لا لا انت تخلي عمود بي بي ام اي مو صحيح، وعمود الثاني المقابله كي جي. اي هو بالضبط يعني، بس البسط هو الوزن اللي هو يكون اكس احنا نريد لا بس طن مجال. فاذا تحت البي ام اي انا دزلكم اياها السؤال ان شاء الله واضح. تحت البي ام اي انا شفت 27 طلع عندي، والكيلو مقدار الوزن 100. فاذا اريد اني اوصل 24 لازم وزني قد يصير المثالي حتى يكون مقارب يعني مقابل ال 24. فراح الاكس شو تساوي؟ ال 27 البي ام اي تكون بالمقام 27 بالمقام، واضرب الوزن اللي هو ال 100 كيلوغرام في 24 اللي انا اريده. انا طلع المثال 79. انا لازم يطلع عندي 88 كيلوغرام و88 من جزء من الكيلو. واضح؟ زين. نعم. ايش قد مقدار الزياده هسه ايش راح اسوي يا يحيى؟ ايش تقول ايش قد مقدار الزياده؟ نطرح ال100 ناقص ال88 و88 ايش قد يساوي تقريبا 12 و22 كيلو عندي زايد اكسس. يلا ان شاء الله دكتور عصف نضع ان شاء الله على الصيف. اريدكم كل واحد يحسب هيك الوزن مالته ايش قد زياده، ايش قد زياده كل واحد يحسب هذا الوزن مالته وطلع لي قد الزايد. هسه يا جماعه يقولون احنا ما طلع عندنا زايد عندنا نقص، فبالحاله هاي شوف ايش قد عندنا نقص لازم يزود. انا حسبته على 24 للحافه، يعني اقدر اسوي من 18.5 الى حد 24.9. هذا اعتقد هي مسائل رياضيه تفيدكم ايضا في عمليه قياس البي ام اي. يصير عندي ليش هذا الخلل الزياده والنقصان صار بالجسم؟ شوف السلايد واضح امامك يحيى؟ هو خلاص بعد ما عندنا شيء. اكو مصطلح اسمه انرجي اكسبندشر، هذا ايضا اعطيناه سيمينار لاحد الطلبه. انرجي اكسبندشر يعني هي مقدار الطاقة اللازمة اللي يحتاجها أي إنسان يحتاجها. مثلا يحيى جد مقدار الطاقة لنفرض باليوم يحتاج بعد عمليات حسابية موجودة. هسه حاليا قامت بروغرام تعطي الوزن والطول والعمر، يعطيك لازم أنت باليوم تصرف 20,000 كالوري لازم باليوم. فإذا صارت يا يحيى أكثر من 20,000 تأخذ من الجسم يدخل داخل الجسم، يعني اللي يدخل الجسم اكثر مما يستهلك شو يصير يحيى؟ ينخزن كدهون بالجسم، يصير اوفر ويت. يصير اوفر ويت صح؟ الجسم صار اوفر ويت. واذا صارت الطاقه الخارجه اكثر من الطاقه الداخله شو يصير؟ يصير حاله الضعف يعني اندر ويت. يصير اندر ويت. تمام؟ واضحه هذا القانون لو مو واضح؟ من نقول لك شنو توجيهك للمريض، شنو نصائحك للمريض بهذا الجانب، لان الاوبسيتي يعتبر ديزيز. زين، شافوا حالات كثيره ويشوفون المجاعه الموجوده في افريقيا او في الحالات في دول اخرى، انه اكو حالتين عندنا اللي هي المرسمس اند الكروشيوكا. حقيقه ذن حالتين موجودات في العالم، ويمكن موجودات في مناطق احنا ما نعرفها اللي بها سوء الاندر نيوتريشن، وهنالك بها تفاصيل جدا كثيرة أيضا راح أعطيتها سيمينار. لكن فقط هنالك فرق بينها وبين، أنا جبت هذا الإسلايد راح نتطرق نحن بالسيمينار. واضحات الصور ذني أمامك؟ نعم واضحات دكتور. هذا الكوشيوكر وهنا المرسمس. الكوشيوكر شوف لاحظ أنه يحدث في الأطفال اللي أعماره من 1-5 سنوات. هنا عنده مشكلة باللو بروتين انتيك، أعراض كثيرة اللي هي مالد جراوث ريتارديشن، ريدكشن إن بودي كثير. لكن شوف اللارج فاتي ليفر، بور أبيتايت، أوديما بريزنت، وبقية الأعراض أكد على الأوديما بريزنت، لو بروتين انتيك من 1-5 سنوات تحدث بالأطفال. هاي واحد. إذا قل البروتين شيء طبيعي راح يكون الأوزموتيك بريشر داخل البلد يكون قليل،
وبالتالي يكون أدينا. لكن بحالة المرسمس المجاعة يكون الأعمار، شوف اللاحظ تفضل دكتور أحمد هسه إن شاء الله خلاص سريع سريع. الويكنس راح يكون infant أقل من واحد سنة مرات نشوفه they too low calorie intake. كلمة low calorie ليس فقط البروتين، كربوهيدرات وليبيد هو مجاعة كل شيء ما عنده. Severe growth هاي الأعراض، ولكن أكد على هالكلمة أدينة not present، يحيظ لها سكرين شوت. تمام يحيظ لها سكرين شوت. هاي الموضوع فرق ما بين المرسمس والكوشوكر ثيناتين إنه under nutrition لكن شافوا أنه أكو فرق ما بين هاي الحالة وهاي الحالة. شوف هذا طفل لكن أكو أدينة إن أوبدمم، لكن هنا ماكو أدينة، هنا نقص بالبروتين، احنا نقص بالكالوري كلها ما موجود. اما الاعراض تباعا، انا اهم شيء عندي ذن النقاط الثلاثه اللي اخذناهم. عندنا الانرجي انرجي اكسبندتشر ثلاث ان شاء الله. عمليه الحساب مالته تعتمد على البيزل ميتابوليك ريت، على الفيزيكال اكتيفيتي، على الثيرميك الثيرميك افكت اوف فود. ثلاث نقاط ايضا بالسيمينار راح نتطرق لها. الازرق اللي هو البيزل، شلون عمليه حساب البيزل، الوزن ضربه في 100 طبعا هذا على الكالوري، والعشرة بالمئة للفيزيكال، هاي العشرين بالمئة العفو فيزيكال اكتيفيتي، وكلها جداول فيزيكال اكتيفيتي مثلا هل هو جد ينام، كل شغلة لها تنظر في فاكتور، واحد جد يشتغل باليوم كم ساعة، هل مثلا اللي قاعد بالبيت مثل اللي يشتغل، هل اكو في جدول بي خاص. العشرة كذلك الثيرميك افكت اوف فود، اذا جمعناهن ثلاثتين نحصل على الانرجي اكسبندتشر اللي هي حاليا موجودة على شكل software program، تطلع عمر وزن وتطلع الطول مالتك يعطيك expenditure، تقدر على الاونلاين انت تحسب الجد الانيرجي expenditure بعد ما تجاوب بعض الاسئلة. زين بالنسبة للثرومبوس، احد العوامل المهمة ايضا موجودة داخل السيليبوس اللي هو ثرومبوس. ثرومبوس عندنا ثلاث انواع من الثرومبوس، وايت ثرومبوس اللي هي موجودة في الارتريز، والريد ثرومبوس اللي موجودة بالفين، والنقطة ثلاثة اللي هي ثيرد تايب فايبرين ديبوزيت اللي هي فيري سمول موجودة بالكابيلاريز. وعملية تكوين الثرومبوس تعتمد على ميكانيزم تو ميكانيزم بها تفاصيل كثيرة، أجملت لكم إياها بنقطتين اللي هي اكسترنسيك اند انترنسيك باثوي. الخلاصة من Externistic and Internistic Pathway هو Activation Factor 10، هذا للأنزيمات اللي طبعاً خلال عملية الثرومبوس. السمري هذا السمري is very important. External Pathway lead to Activation Factor 10. The Internistic Pathway also lead to Activation Factor 10. الغاية من هالموضوع لاحظ المخططات، هذا الفاكتور هذا الانترنسك وهذا الاكسترنسك، ايش راح يصير عندنا؟ اكتيفيشن اوف فاكتور 10. تفضل هاي الفاكتورات كل واحد والفاكتور مالته، بس اكد على الكالسيوم. الكالسيوم از فيري امبورتنت اللي هو العامل التخثر الرابع، كالسيوم مهم جدا. لوتينج فاكتور بروثرومبين تو ثرومبين، هاي ما اخذيها، فايبرونجين تو فايبرين تكون انسوليبل، وبالتالي تكون عمليه development of a clot the blood injury. شوف هاي المخططات، يعني مخططات اعتقد هذا المخطط يكون اكثر توضيحا، بس هذا المطلوب المخطط يحيى عيني، بس هذا اكتب عليه سكرين شوت يمكن ما موجود عندكم، فقط هذا المطلوب. مخططات ايش للتوضيح؟ externistic pathway internistic pathway damage to the blood. شوف الكاسكيت، كلمة كاسكيت يعني أحداث كثيرة، الغاية من عندها تحول inactive factor 10 to active factor 10، حولت inactive إلى active. هذا F factor 10 راح يحول البروثرومبين to thrombin، والثرومبين يحول الفايبرونوجين to fibrin، مع العامل رقم 13 يصير blood clot. فقط الرسم الأخير مهم جدا، رسم الأخير المطلوب بهذه الحالة. من عنده سؤال على المحاضرة حتى ناخذ الحضور؟ من عنده
من عنده سؤال اللي عنده سؤال خليه يسأل. بالنسبة للموضوع الأخير السلايد الأخير مهم جدا، كل واحد يسوي البي ام اي مالته يقيس الجد مقدار الزيادة الموجودة عنده، كل واحد يقيس الجد البي ام اي الزايد من عنده. اللي يريد يسوي نشاط علمي داخل الكلية عن طريق حساب البي ام اي حتى يقدر يقرر بالأخير، يعني فتطلع بأهداف مثلا كنشاط علمي يسوون للكل، مثلا كل الجامعة وكل المرحلة كل البي ام اي مالتهم، انه بعد هاي الحادثة تقسم الفيميل واحد والميل واحد، هالمرة تشوف تقارن قد بي ام اي وزن زايد فور ايتش وان، قد مقدار الزيادة، بالاخير تقرر تقول مرحلة الثانية غالبيتهم اوبيس، مرحلة الثالثة غالبيتهم اندر ويت، مرحلة وهكذا. هذا القرار ايش ينطي؟ ينطي اعادة وضع برنامج بروتوكول فور تريتمنت ذا اوبيسيتي. يبدا بمن؟ يبدا بالفيزيكال اكتيفيتي، يبدا بعملية ريجوليشن اوف فود، عملية تناول النيوترينت، عملية لازم حساب عملية الانرجي اكسبندتشر فور ايتش وان، اند ذن شرح اكسبلين ذا اوبيسيتي ريسك فاكتور فور ماني ديزيز. Risk factor for obesity for many diseases. الأوبسيتي لها أمراض وأعراض كثيرة. هاي العملية التثقيف تحتاج إلى نشاط موسع. فاللي يريد يدخل بهذا المجال أيضا هنالك إلى يعتبر كنشاط. الحضور أول بداية عبد الله. الآخر